بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في ورشة جديدة من ورش إنرجي أفريكا بالعربي. وإحنا يعني لينا الشرف إن إحنا أصبح لنا جمهور كبير موجود زي حضراتكم، وإن شاء الله إن شاء الله هنكون معانا النهاردة في ورشة مهمة جدا في ظل الظروف اللي إحنا عايشين فيها، وهي خاصة بالتعلم الإلكتروني، وهنستخدم أحد نظم إدارة التعلم الإلكتروني وهو البلاك بورد، وهيكون معانا أحد المتخصصين في المجال وهو الدكتور أحمد صاوي خالد علي، وهو رئيس قسم التدريب بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان، بالإضافة إن هو مشرف على قسم إنتاج المقرات الإلكترونية بعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وذلك سابقا، ومحاضر بالمعهد العالي للحاسبات والإلكترونيات في منطقة مرادة في دولة ليبيا، والمحاضر بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الأزهر سابقا. إن شاء الله الورشة يا رب تلاقي صدى كبير مع حضراتكم، ودي هتبقى سلسلة من الورش المتخصصة في عملية التقويم الإلكتروني باستخدام نظم إدارة التعلم الإلكتروني. هيبقى معانا بعد كده إن شاء الله في ورش تانية هتبقى متخصصة في المجال ده بس نظم إدارة التعلم تانية زي المدد. وكان معاكم الدكتور محمد عبد الهادي مودريتور للسيشن دي، وأنا مستشار لإيمرج أفريكا في العالم العربي. شكرا ليكم، ويا رب إن شاء الله تكون ورشة كويسة. وافتح المايك للدكتور احمد دلوقتي. دكتور احمد دكتور احمد ايوه دكتور، اتفضل يا فندم، المايك مع حضرتك وانا هقفل على نفس المايك. شكرا جزيلا دكتور محمد، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا، قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه وكان لله محتسبا صبورا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فحياكم الله جميعا وبياكم ووفق إلى طريق الهدى خطاكم، وطبتم جميعا وطاب سعيكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، ورضي الله عنكم وأرضاكم. التقويم الإلكتروني بنظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard. إن شاء الله هنتصفح سويا العرض التقديمي في دقائق معدودات، وإن شاء الله بإذن الله نشرع في التدريب العملي على نظام إدارة التعلم الإلكتروني، ونتعرف على أدوات التقييم أو التقويم الإلكتروني بالنظام. بداية إن شاء الله هنتكلم في أهداف أساسية للعرض، وهتكون كالتالي. إن شاء الله هنتكلم عن مفهوم التقويم وعن أنواعه وعن الفرق بين التقويم والتقييم والقياس ومجموعة من المصطلحات التي سنسردها سوياً مع بعضكم البعض. أولاً مفهوم التقويم. هناك مصطلحان في اللغة وهما التقييم والتقويم. فالتقييم هو تحديد القيمة والقدر، أما التقويم ففيها معنى التقييم إلى جانب معاني التعديل والتحسين والتطوير. وفي إطار هذا المفهوم تصبح وظيفة المؤسسة التعليمية ليست قاصرة على الحكم على المتعلم بالنجاح أو الفشل من خلال نظام الامتحانات التقليدي، بل إن مهمة المعلم ودوره أقرب إلى مهمة الطبيب، والذي لا تقتصر على مجرد قراءة ميزان الحرارة أو مقياس الضغط، وإنما تتجاوز ذلك للتشخيص والعلاج. لذا يمكن القول بأن التقييم هو مجرد إصدار أحكام فقط، بقيم الوضع. أما التقويم فيتضمن إصدار هذه الأحكام مقترنة بخطط تعديل المسار وتصويب الاتجاه في ضوء ما تسفر عنه البيانات من معلومات. طيب، ده بالنسبة لمفهوم التقويم والتقييم.
أما مفهوم القياس اللي هو الميجرمنت هو العملية التي تقوم على إعطاء قيم رقمية للأفراد بهدف توضيح الفروق بينهم في الدرجات التي يحصلون عليها في الصفة موضع القياس، زي ما تكون مثلا تقدير كمي أو تقدير كيفي زي ما يكون، فقد يكون مثلا سمة من سمات الشخصية أو قدرة من قدرات العقلية أو مهارة من المهارات من خلال وحدة معيارية متفق عليها، زي قياس الطول بيكون باستخدام المتر، قياس مثلا الوزن بيكون باستخدام الكيلو وهكذا. أما عن بعض الأسس والمبادئ العملية للتقويم فلابد أن نعلم أن التقويم وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، لا يقوم بدون معلومات أو بيانات أو حقائق، هو عملية مخططة وليست عملية عشوائية، لابد من تحديد قيمة للشيء في ضوء المعايير، أنه عملية سيتم من خلالها إصدار حكم على شيء منه، وهو وسيلة إلى التطوير والتحسين أو تحسين الأداء، هو عملية مستمرة طوال العام الدراسي، يعني مش تقويم ختامي فقط لأن احنا هنتكلم عن الأنواع الآن، وتتوقف النتائج على جودة ودقة الأدوات المستخدمة في اللي هي أساليب التقويم زي ما هنتكلم إن شاء الله في الشرائح التالية، ويتناول كافة الأنشطة التي يزاولها المتعلم في المؤسسة التعليمية، وطبعا هو بيتسم بالشمولية لجوانب النمو المختلفة للمتعلم. أهدافه: تشخيص ما يواجه المعلم والمتعلم من صعوبات، توجيه الطلاب إلى نواحي التقدم التي أحرزوها، الحكم على طرق التدريس المتبعة، تزويد الطلاب بدرجات عن مستويات تحصيلهم، معرفة فهم الطالب لما درسه من حقائق ومعلومات ومدى قدرته على استخدام مصادر المعلومات المختلفة، بالإضافة إلى معرفة مدى نمو قدرة التلميذ على التفكير الناقد والمساعدة على الكشف عن حاجات الطلاب وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم التي نراعيها في نشاطهم وفي جوانب المنهج الدراسي المختلفة، مساعدة المعلم على الوقوف على مدى نجاحه في تعليم طلاب وتربيتهم أو مدى نجاحه مع التلاميذ في الوصول إلى الأهداف التربوية المنشودة، تزويد الطلاب بالتغذية الراجعة، الحصول على معلومات وبيانات لمتابعة الطلاب. دي كانت من أهداف عملية التقويم. طيب أشكاله، لأشكال أربعة مشهورة وهي التقويم القبلي والتشخيصي والبنائي والتقويم النهائي. التقويم القبلي بيكون قبل تقديم الخبرات والمعلومات للطلاب ليتسنى للمعلم التعرف على خبراتهم السابقة ومن ثم البناء عليها سواء كان في بداية الوحدة الدراسية أو المحاضرة الدراسية. فالتقويم القبلي يحدد للمعلم مدى توافر متطلبات دراسة المقرر لدى المتعلمين، وبذلك يمكن للمعلم أن يكيف أنشطة التدريس. على سبيل المثال كأني مثلا ببدأ مع حضراتكم الآن وبقول لكم ما هي معلوماتك عن التقويم الإلكتروني، أو ما هي الأدوات التي يمكن من خلالها أن أقوم بعمل تقييمات إلكترونية على نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاكبورد. أكاد أجزم أن بعض حضراتكم إن لم يكن الجميع طبعا إن شاء الله عنده المهارات دي أو بعضها، وممكن بعضكم يكون عنده المهارات اللي عند الخبراء المتخصصين في المجال. إذن الاختبار القبلي أو التقويم القبلي اللي بعمله ده هيحدد لي من أين أبدأ، عشان حتى لو كانت الفئة المستهدفة قدامي فئة عندها من المعلومات ما يكفي يبقى أتخطى مرحلة من المراحل بناء على هذا الاختبار. طب التقويم البنائي، وهو الذي يطلق عليه أحياناً التقويم المستمر، ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم، وهو يبدأ مع بداية التعليم أو التعلم ويستمر أثناء سير المحاضرة الدراسية، وزيه مثلاً أو من أمثلته المناقشة الصفية، ملاحظة أداء الطلاب، الواجبات البينية والبيتية ومتابعتها، النصائح والإرشادات، حصص التقوية، كل دي من أساليب التقويم البنائي. نيجي للتقويم التشخيصي. يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم، زي ما الطبيب بيشخص الحالة المعلم بيشخص الطالب، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقويم البنائي من ناحية وبالتقويم الختامي من ناحية أخرى، حيث أن التقويم البنائي يفيد في تتبع النمو عن طريق الحصول على تغذية راجعة من نتائج التقويم والقيام بعمليات تصحيحية وفقاً لها. طبعا اتفقنا ان هو تقويم مش تقييم، عشان كده احنا بنصحح وبنحسن وبنطور وبنعالج، وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على الدرجة التي امكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر. طيب ولو وصلنا للتقويم الختامي او النهائي، بيقصد به العملية التقويمية التي تحدث في نهاية برنامج تعليمي معين، يكون الطالب قد اتم متطلباته في الوقت المحدد لإتمامها. والتقويم النهائي هو الذي يحدد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية أو الرئيسة لتعلم ما. وهنا تأتي فائدة التقويم بأنواعه: قبلي، بنائي، تشخيصي، نهائي، ما هو إلا وسيلة لتحسين التعليم.
طيب لو احنا بقى عايزين ننتقل الى التقويم الالكتروني الاي ايفالويشن باشكال متعدده بقى، هنصل مع حضراتكم الى نشاه التقويم الالكتروني. مع التطور العلمي والتقني وظهور مستحدثات تقنيات التعليم الالكتروني، تطور مفهوم القياس والتقويم والتقييم، فلم يعد التقويم يقوم على الادوات والوسائل التقليديه، بل اصبح يعتمد على الوسائل التكنولوجيه الحديثه. وهنا ظهر مفهوم التقويم الالكتروني. التقويم الالكتروني مش لابد ان هو يكون في صف دراسي او ان هو يكون وجها لوجه، لا، هيكون من خلال وسيله الكترونيه مثل انظمه اداره التعلم الالكتروني اللي هنشتغل على احدها بعد قليل. التقويم الالكتروني هو عمليه توظيف شبكات المعلومات وتجهيزات الكمبيوتر والبرمجيات التعليميه للقيام بكافه انشطه التقييم، مثل اعداد الاسئله وعرضها على الطلاب وقيام الطلاب بالاجابه عنها واستقبال الاجابه وتصحيحها وتقديم تغذيه راجعه عن هذه الاجابات وتقدير درجاتهم ورصد نتائج التقييم وتفسيرها وتوفير اجراءات الامان لكل ذلك حفاظا على السريه والخصوصيه. من البرمجيات والانظمه التي تدير عمليه التقويم الالكتروني، اولا جميع انظمه اداره التعلم الالكتروني مفتوحه ومغلقه المصدر بها ادوات للتقييم او التقويم الالكتروني. مثال للانظمه المفتوحه نظام مودل، نظام للانظمه المغلقه نظام بلاكبورد. مفتوح يعني مجاني ومغلق يعني بتكلفه ماديه. وبالمناسبة معظم جامعات المملكة العربية السعودية بتشتغل بنظام بلاكبورد، في بعض الجامعات بتشتغل بأنظمة أخرى زي كلاسيرا وزي دي تو ليرن، ديزاير تو ليرن، لكن الأغلب بتشتغل بنظام بلاكبورد، وطبعا هو نظام عالمي مشهور. طيب من البرمجيات والأنظمة اللي فيها إدارة للتقويم الإلكتروني في برنامج الفلاش كويز ميكر، وعندنا من المواقع في طبعا الجوجل دوكومنتس، ومن البرامج المجانية عندنا الهوت بوتيتوز، وعندنا الكويز فايبر، وعندنا الكويز ميكر سوفتوير، وعندنا الكويشن تولز اديتور، وعندنا من ضمن البرمجيات ايضا الكويز كرييتور والكويشن رايتر، وعندنا الريسبوندس. طيب مزايا التقويم الالكتروني، سهولة إعداد الأسئلة والتكليفات وتوفير الوقت والجهد في ذلك، كما يمكن إجراء تعديلات في التكليفات عن طريق الحذف والإضافة بسهولة ويسر لأنه إلكتروني طبعا مش ورقي. إمكانية توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة في إعداد التكليفات وإنجازها، مرونة التطبيق، أقصد بالوسائط المتعددة قبل ما أنتقل، يعني أقدر أحط فيه التقييمات بتاعتي، مقطع صوت، مقطع فيديو، صورة، وأخلي فيه تعليق عليها. على سبيل المثال مثلا لو اتكلمنا عن مقررات اللغة الإنجليزية، الأستاذ يقدر يستخدم وسيط من الوسائط زي الأوديو مثلا، ويعمل سؤال مثلا زي الليسنينج، الطالب يسمع الأستاذ أو يسمع مقطع صوتي ويعلق هو بالإجابات عليه، أو إن هو يشاهد مقطع فيديو أو ملف فيديو ويبتدي برضو يجيب وهكذا، أو ممكن يعلق على صورة بإجابة مختصرة. ده اللي أنا أقصده من المالتي ميديا أو الوسائط التعليم المتعددة في إعداد التكليفات وإنجازها. مرونة التطبيق، حيث يمكن تطبيق التكليفات في أي وقت وفي أي مكان، لأن حضرتك بتتيح لي التكليف سواء كان assignment أو quiz أو كان اي اكزام، أيا كان بتتيحه على نظام لإدارة التعلم الإلكتروني على وسيط إلكتروني أو على منصة إلكترونية زي بلاك بورد مثلا، وبتتيحه لفترة من الوقت، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، زي ما يكون على حسب سياسة المؤسسة التعليمية اللي حضرتك تابع ليها. طبعا سرعة تقديم التغذية الراجعة وتنوعها كتصحيح الأخطاء وتقديم عبارات المدح، وعشان كده يا جماعة اتفقنا ان هو على يعني عنوان الدورة او ورشة العمل على انها تقويم، لان مش بس انا بحكم على الطالب، لا، ده انا كمان بقدر اقدم له تغذية، اقدم له تعزيز، اقوم او اصحح اخطائه، اقدم عبارات للمدح وللتشجيع وهكذا. سرعة وسهولة التصحيح ورصد النتائج ومتابعة التقدم الدراسي للطلاب، وطبعا ده بيتم بشكل يعني آلي وآني وأوتوماتيكي، وفي أتمتة وفي حوكمة، يعني من خصائص أي برنامج إلكتروني. توافر عنصر الموضوعية في التصحيح، ما فيش تحيز، الطالب اللي هيجيب الإجابة الصحيحة، البرمجية لأنها مغذاة بالإجابة الصحيحة بتعطي درجته بدون أي تحيز. طيب ليه عيوب؟ طبعا اي يعني برنامج، اي منظومه، اي شيء بيعتريه، زي ما يعتريه الصواب يعتريه الخطا، وزي ما يكون في مميزات طبعا بيكون له عيوب. من عيوب التقويم الالكتروني صعوبه تقدير الدرجات اذا كانت اجابه الطالب عن السؤال
ليست بالصحيحة تماماً وليست بالخاطئة أيضاً. صعوبة توفير البرمجيات المعدة باللغة العربية، صعوبة مراقبة الطلاب واحتمالات حدوث تسريب الأسئلة والغش والسرقة من الغير عند إعداد التكليفات، كل دي من العيوب التي تظهر في التقويم الإلكتروني. تكلفة البنية الأساسية للتقويم الإلكتروني مرتفعة نسبياً، لأنها طبعاً بتختص بنظام أو بتقدم من خلال نظام. يتطلب وجود مهارات التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت، احتمالية حدوث أعطال في أجهزة الكمبيوتر أو في الشبكات. طبعاً أنا بذكر العيوب يعني بصفة عامة. طبعاً العيوب دي ممكن يراها أحد، يعني أحد منا، على أنها ليست عيباً. يعني مثلاً لو جميع كل الحضور أمامي الآن على المنصة من متخصصي مجال تكنولوجيا التعليم على سبيل المثال، مش هيواجه هو صعوبة، أو مش هنقول مثلاً إني مهارات التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت مش عنده. لكن لو تطرقنا أني فرض على أستاذ بيدرس شريعة، بيدرس لغة عربية، بيدرس رياضيات وهكذا، وما تطرقش قبل كده لأنظمة إلكترونية في خلال تدريسه أو في خلال أو من خلال عملية التقويم، في الحالة دي في مهارات المفروض أنها تكون عنده مسبقا قبل الدخول أو الولوج في عملية التقويم الإلكتروني. طبعا في احتمالية لحدوث أعطال في أجهزة الكمبيوتر أو في الشبكات، وده وارد جدا وبيحصل في كافة الجامعات حتى المرموقة، لأنها أعطال وتبقى خارجة عن إرادة الإنسان. أدوات التقويم الإلكتروني، للتقويم الإلكتروني مجموعة من الأدوات، وهي ومنها يعني الاستبانات وبنوك الأسئلة وملفات الإنجاز والاختبارات الإلكترونية. طيب الاستبانات الكويشنيرز، الاستبانات الإلكترونية أو الأونلاين كويشنيرز هي إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لتوزيع الاستبيانات، وتتميز الاستبيانات الإلكترونية طبعا بأنها بتكون غالبا منشورة على موقع ما، وبأنها طريقة سريعة جدا لعرض المعلومات للزائر أو المستهدف من الاستبيان والحصول على إجابات منه في مدة قصيرة. طبعا الطرق التقليدية غالبا ما تتطلب أن يقوم المشارك في الاستبيان ببذل بعض الجهد لإرجاع الاستبيان إلى صاحبه بعد الانتهاء منه، سواء عن طريق إرساله بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي، أو تعبئة الملف إن كان على الكمبيوتر وإرساله عن طريق البريد إلى منشئ الاستبيان. إضافة إلى ذلك غالبا ما تأخذ الطريقة التقليدية وقت أطول بكثير مقارنة بالطرق أو طرق نشر الاستبيانات إلكترونيا. باختصار، ملفات الإنجاز الإلكتروني أو الإي بورتفوليو هو سجل أو حافظة إلكترونية لتجميع أفضل الأعمال المميزة للطلاب أو المعلمين من دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين في مقرر دراسي ما، أو مجموعة من المقررات الدراسية، وتختلف مكونات الملف من طالب لآخر ومن معلم لآخر حسب فلسفته التربوية في تنظيم الملف، ويعتمد في عرض هذه الأعمال على الوسائط المتعددة من صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية وغيرها، ويتم التنقل بين مكونات الملف باستخدام وصلات إلكترونية أو لينكس، ويمكن نشره على شبكات الإنترنت أو على الأسطوانات المدمجة لو كان أوفلاين. لو تكلمنا عن بنوك الأسئلة الـ Question Banks أو الـ Question Pools، هي مجموعة من الملفات التي يتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر أو على نظام من أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني مسبقة الذكر، أو برمجية الاختبار الإلكتروني برضو سابق الذكر، وتضم عدد هائل من مفردات الاختبارات ذات مستويات مختلفة في مجال تعليمي معين، ويمكن السحب منها أو إضافة أسئلة إليها، ويتم تصنيفها تبعاً للمواصفات الدراسية والمستوى التعليمي والأهداف التعليمية التي يتم قياسها، وعديد من الخصائص المميزة للمفردات مثل صعوبة المفردات والقدرة على تمييزها وغيرها من الخصائص. طيب هل لبنوك الأسئلة مميزات؟ طبعاً لها مميزات جمة، وعلشان إحنا هنتكلم في نظام بلاك بورد عن الكويشن بولز أو الكويشن بانكس، فعايزين نتكلم عن مميزاتها بصفة عامة قبل ما نشرع في التدريب العملي. هي أولاً إمداد المعلمين بذخيرة من الأسئلة تساعدهم في تقويم طلابهم، تسمح بنوك الأسئلة للمعلم بمرونة أكبر في عملية القياس، حيث يسهل وضع الاختبار في أي وقت وبسرعة، لأنه أنا عندي بنك للأسئلة. بتوفر الوقت والجهد للمعلم الذي يبذله في بناء الأسئلة أو أسئلة الاختبارات التحصيلية الموضوعية، واستغلال هذا الوقت في تحسين عملية التدريس. سهولة إيداع مفردات إضافية يمكن السحب منها عند الحاجة، أو العكس، يعني أقدر أحذف وأضيف وعدل بمرونة وسلاسة، اعتماد على حجم برنامج الاختبار.
اعتمادا على حجم برنامج الاختبار وما يستطيع تحمله من كم الأسئلة. التخلص من مشكلة سرية الاختبارات سواء عند وضع الأسئلة أو عند التداول والتطبيق، كل دي من المميزات طبعا، بيساعد أو بتساعد استخدام بنوك الأسئلة المعلم على مقارنة نتائج تعلم الطلاب في السنوات المتتالية، كما يساعد على تحديد ما إذا كان السبب راجع إلى مستوى أداء الطلاب أو إلى مستوى صعوبة الأسئلة. تقليل التكلفة المادية في بناء الاختبارات. طيب، وزي ما اتفقنا أن كل شيء ليه مميزات ليه عيوب، إيه عيوب بنوك الأسئلة؟ من العيوب الضخمة جدا هي كتابة الأسئلة أو البنود. ليه؟ لأن دي خطوة اللي هي البداية، أنا عايز أنشئ بنك أسئلة لمقرر وعايز أعمله من 1000 سؤال على سبيل المثال. طبعا غير المتدرب وغير المتمرس في مجال الكمبيوتر والتعليم الإلكتروني هيواجه صعوبة في إدخال تلك البيانات للمرة الأولى، وهي خطوة تواجه الكثير من غير المتدربين، حيث يجدون صعوبة بالغة في التفرقة بين أنواع الأسئلة وفنيات صياغتها والمستويات العقلية التي تقيسها تلك الأسئلة. يعني مثلا لو واحد عايز يقيس أو ينوع من أسئلته ما بين مثلا هرم بلوم، هيشوف مثلا الفهم والتذكر والتطبيق والتحليل والتركيب، ويعمل أسئلة كده وأسئلة كده ويتدرج في مستوى السهولة والصعوبة وهكذا. لابد أنه يكون ملم بالجانب التربوي في أو فنيات إنشاء الاختبار فنيا أو تربويا، ثم بعد كده المهارات اللي هي مهارات الإدخال الداتا إنتري، سواء كان بقى هيكتبها على وورد وبعدين يحولها لملف سكورم أو زي اللي هنشوف إن شاء الله بإذن الله في التدريب العملي. طبعا من ضمن الصعوبة برضو أو العيوب تكرار استخدام الأسئلة أكثر من مرة يؤدي إلى معرفة الأسئلة وإجاباتها، وبالتالي تقل سرية الامتحانات. يعني على سبيل المثال لو أنا عندي مقرر من المقررات بعمل له بنك أسئلة وعملت بنك ضعيف مكون من 100 سؤال، المئة سؤال دول لما يمروا مثلا على مجموعة الطلاب اللي أنا هعملهم الاختبار، وخليت الاختبار مكون من مثلا 50 مفردة صواب وخطأ واختيار من متعدد، إذن لو إحنا شفنا إمكانية عشوائية الأسئلة في عرضها على الطلاب، هنلاقي أن أنا فقط ألعب في 50 مفردة، هم دول بس اللي ايه اللي عمال انوع ما بين ان السؤال رقم 3 يجي للطالب الاول وسؤال رقم 5 يجي للطالب الثاني. هيتكرر، اكيد هتتكرر اسئله، لان النظام بيختار عشوائيا من بين تلك الاسئله. طيب، من ضمن عيوب بنوك الاسئله، ودي بقى مشكله واقعيه لمستها بيدي انا احمد صاوي محدثكم، بعض المشكلات الواقعيه لبنوك الاسئله من تجربه عماده التعليم الالكتروني وتقنيه المعلومات في اداء اختبارات برنامج التعليم عن بعد الكترونيا بجامعه جازان. لخصتها انا في صفحه واقولها لحضراتكم الوصف والحل. اولا ما رايته بام عيني، رقم واحد تكرار الاسئله داخل الاختبار الواحد. الحل مراجعه بنوك الاسئله والتاكد من خلوها من التكرارات قبل انشاء الاختبار. في مشكلة بتواجه بعض الأساتذة في عمل قص ولصق لبعض الأسئلة من ملف وورد ووضعه مثلا في النظام، أو حتى عند إعداد الاختبار للمرة الأولى أو إعداد البنك للمرة الأولى ممكن يسهو، وطبعا كلنا أصحاب سهو وخطأ وذلات ودفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحل إيه؟ إن أنا راجع بنك أسئلتي وأشوف لو في أسئلة مكررة أحذفها قبل عمل الاختبار منها، لاني بتواجه الصعوبه دي او العيب ده هيواجهنا امتى؟ لما نيجي نعمل اختبار الكتروني لمجموعه من الطلاب ممكن طالب واحد يجي نفس السؤال مرتين بسبب تكراره في النظام، لان النظام بيختار سؤال رقم 1 وسؤال رقم 20، هو بقى ملوش علاقه ان سؤال رقم 1 وسؤال رقم 20 ده هو نفس السؤال، هو اختار مفردتين. المشكله كانت عندي انا في الادخال. 2، ظهور إجابات بدون أسئلة أو العكس، يعني أن الطالب يفتح نظام لإدارة التعلم أو نظام للتقويم الإلكتروني ويرى إجابة بلا سؤال أو سؤال بلا إجابة. طيب الحل، التأكد من كتابة نص السؤال في مكانه الصحيح وإدخال الإجابة وعدم تنسيق النصوص بألوان تشبه لون أرضية الصفحة لكي تظهر، اللي هو قانون الشكل والأرضية. باختصار يعني إيه أقصد إيه؟ يعني مثلا في بعض الأساتذة تبقى هو بيعمل ثيم وليكن مثلا باللون الأزرق، وهو بيكتب الإجابات المفروض أن نص السؤال مثلاً باللون الأسود، فيفاجأ أني لو كان الأزرق ده أزرق داكن وفوقيه أسود، اللونين دول مفيش ما بينهم كونتراست، تناقض أو تضاد شوية، فممكن بقى عند ظهور الاختبار للطلاب النص موجود لكن الطالب مش قادر يشوفه لأنه يشبه اللون الأرضي.
رقم ثلاثة، ظهور الاختبار بدرجة أكبر أو أقل من الدرجة الفعلية للاختبار. طبعا دي كانت هنات بسيطة جدا، يعني أنا بقول لحضراتكم على مدار سنوات قدرنا نستخلص هذه الايه العيوب أو المشكلات. ظهور الاختبار بدرجة أكبر أو أقل من الدرجة الفعلية للاختبار. طيب الحل، التأكد من وضع درجات الاختبار عند إنشائه في خانة النقاط. يعني حضرتك مثلا عندك 20 مفردة ب20 درجة، ممكن يبقى في مفردة وضعها النظام أو حضرتك بالخطأ وضعتها من 5 درجات، فأصبح في 19 مفردة عليهم درجة ومفردة عليها أو سؤال يعني عليه 5 درجات، فبقت الإجابة أو مجموع الدرجات 24 من 20. إزاي الكلام ده؟ لما نراجع الأسئلة نلاقي فيه سؤال منهم أخذ 5 درجات وليس درجة واحدة. من العيوب أو المشكلات اختفاء درجات الطلاب من واجهة الأستاذ وعدم ظهورها بمركز التقديرات الكامل. يعني مثلا لو في شيت نهائي لدرجات الطلاب ألاقي فيه طالب ما عندوش درجة أو جميع درجات الطلاب غير ظاهرة، فأتجنب التأشير على اختيار إخفاء النتائج الخاصة بهذا الاختبار بالكامل عن المعلم ومركز التقديرات. من العيوب أيضا حصول الطلاب على مجموع درجات أقل من درجة النجاح بجزء من الدرجة. طب التأكد، أنا آسف، في ظهور الاختبار المقدم من خلال بنك أسئلة للطلاب بدون أسئلة. طبعا التأكد من اختيار عدد الأسئلة المطلوبة عرضها للطلاب وتجريب الاختبار قبل نشره للطلاب للتأكد من سلامته. باختصار النقطة دي أقصد بيها أني أنا عندي بنك أسئلة مكون من 400 سؤال وجيت أنشأت الاختبار، فبيديني العدد الإجمالي للبنك ويديني الإجمالي الأسئلة المطلوبة عرضها. لازم حضرتك تحدد إجمالي الأسئلة المطلوبة عرضها للطلاب. فلو انت ما لم تحدد هذا، فيظهر فعلا في بنك وفي اسئله من بنك، ولكن اين هذه الاسئله؟ فلا بد من مراجعه. حصول الطالب على مجموع درجات اقل من درجه النجاح بجزء من الدرجه. الحل، تجنب استخدام جزء من الدرجه عند ادخال قيم الاسئله في خانه النقاط، واستخدام درجات كامله مثل درجه او درجتين لكل سؤال. يعني حضرتك ساعات بتعمل سؤال عليه درجه واثنين من عشره وخمسه من عشره. في الحاله دي ممكن إجمالي عدد درجات أسئلة الاختبار تفوق الدرجة الكلية للاختبار. سوء ترتيب الاختبار الاختيارات في حالة وجود أكثر من إجابة صحيحة أو وضع اختيار ألف وباء صحيحين مثلا. الحل، في حالة إنشاء مثل هذه الأسئلة أو هذا النوع من الأسئلة، تجنب وضع الإجابات بشكل عشوائي لتظهر كما أنشأت أنت وليس عشوائيا كما يقدمه النظام. رقم 8 والأخيرة، سوء ترتيب أسئلة الاختبار من حيث التنظيم. طيب والحل، إنشاء أكثر من كتلة عشوائية زي ما نشوف إن شاء الله عمليا، لكل كتلة نوع من أنواع الأسئلة لتظهر بشكل أكثر تنظيما. طيب الاختبارات الإلكترونية، أنا مش عايز أطول النفس بقى في الجانب النظري لأن حاسس إني طولت على حضراتكم قوي، إحنا بقى لنا نص ساعة، هتكلم بشكل سريع كده. يعني طبعا الاختبار الإلكتروني بقى زي ما اتفقنا هنجمع فيه كل المميزات السابقة في نظام إدارة التعلم الإلكتروني مثلا زي نظام بلاك بورد. طبعا ليه مميزات هتتشابه مع بعض المميزات في البنوك، والعيوب هتتشابه أيضا مع عيوب البنوك، مش عايز أطول النفس فيها. وإن شاء الله بإذن الله تقدروا حضراتكم ترجعوا لقناة اليوتيوب الخاصة بإيميرج أفريكا، وإن شاء الله يكون النظام أو المحاضرة مسجلة وموجودة على قناة اليوتيوب. طيب، ويمكن تلافي كثير من العيوب السابقة من خلال القيام بالإجراءات التالية. أولاً، لضمان النزاهة في الاختبارات الإلكترونية، من الممكن إعلام الطلاب بالحضور إلى الكلية للاختبار تحت المراقبة في حال أني مثلاً لو الطالب هيختبر من بيته وأنت مش عايزه يغش. العمل على تحسين جودة وصيانة الشبكة بصفة مستمرة لتجنب الأعطال التي قد تعوق الطالب أثناء تأديته للاختبار. توفر فريق دعم فني لازم، تدريب الطلاب على مثل هذا النوع من الاختبارات. طبعا مراحل تصميم وإنتاج الاختبار بيمر بالمراحل المعروفة اللي هي مرحلة التحليل ومرحلة التصميم. التحليل طبعا هيتم فيها تحديد الأهداف والخصائص وتحليل المادة وتحليل الواقع أو البيئة وتحديد متطلبات التصميم. ومرحلة التصميم هيتم فيها كتابة الأسئلة وتحديد التعليمات والإرشادات واختيار أشكال الأسئلة وأنواعها وتغذية النظام بالإجابات الصحيحة. في مرحلة الإنتاج هيتم فيها اختيار برنامج التأليف أو البرمجية أو المنظومة أو نظام إدارة التعلم الإلكتروني اللي هنعرض من خلاله الاختبار. في مرحلة النشر هيكون بقى نشر الاختبار على الطلاب للاختبار.
مرحلة التطبيق هيتم فيها تجريب الاختبار على عينة من الطلاب ونجمع البيانات ونعلن النتائج. مرحلة التقويم اللي هي بقى تقرير الصلاحية للاختبار وصلاحية نقله بقى وتوصيله وتأمين سرية الاختبار. هذا بالنسبة للعرض التقديمي، وإن شاء الله ننتقل سويا مع حضراتكم لنظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاك بورد مباشرة لعمل هذا الجانب بشكل عملي. أنا آسف على الإطالة في الجانب النظري، تفضل يا دكتور. أنا آسف، شكرا لحضرتك جدا على الجزء الأول من الورشة، ويا ريت لو في أي حد من الناس اللي موجودين عنده أي سؤال يكتب رقم واحد عشان يفتح المايك زي ما احنا متعودين. في سؤال موجه لحضرتك دكتور احمد، هناخده بس الجزء النظري يخلصه عشان نبقى الجزء العملي بعدها ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. اتفضل. في سؤال دكتور حسين بيسال الاسئله التي تحتاج لخطوات الحل وليس الحل النهائي، كيف تقدمها؟ كيف تقدمها؟ يعني كويس، ان شاء الله هو هيبان دلوقتي مع النظام، لان احنا عندنا اكثر من 17 نوع من الاسئله، وان شاء الله يعني هحاول اعرضها لحضراتكم سريعا كده، وخاصيه كل سؤال وازاي نستخدمه مع المقررات المختلفه او مع التخصصات المختلفه. تمام. لو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال يتفضل يقول السؤال اللي هو عايزه، واحنا يعني يرفع ايده الاول واحنا ان شاء الله نفتح المايك له. طيب بالشكل ده يا دكتور، مفيش حد كتب حتى اي حاجه في الشات او انه رفع ايده، فخلاص يبقى حضرتك اتفضل على الجزء العملي وننتقل للجزء العملي ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايز اوفر على حضراتكم عشان برضو وقتنا نستغله في الجانب المتخصص قوي. دلوقتي انا فتحت نظام بلاك بورد، طبعا نظام بلاك بورد لان النظام مغلق فلا بد ان يكون عند حضرتك يوزر نيم وباسورد خاصه بيك على حسب كل جامعه وعلى حسب كل نظام. دلوقتي انا هدخل مع حضراتكم على النظام وبعمل لوج ان. بتفتح الشاشه الرئيسيه زي ما حضراتكم شايفين، بختار منها المقررات الدراسيه، وطبعا ليها لينك في الصفحه الرئيسيه اهو. بدخل مع حضراتكم للمقرر الدراسي. انا الان داخل مقرر، انا الان داخل مقرر من مقررات نظام بلاك بورد. طبعا لا يخفى على حضراتكم الناس اللي بتشتغل على انظمه اداره التعلم الالكتروني، الصفحه الرئيسيه للاستاذ غير صفحه الطالب. صفحه الاستاذ بيبقى فيها جزئين، اللي هو جزء الصفحه الرئيسيه اللي فيه المحتوى والفيرتشوال ليكتشرز والمناقشات والمجموعات وكده، وفي جزء اداره المقررات الدراسيه اللي هو الجزء اللي بالاسود ده. طبعا بالنسبه لي الطالب ما عندوش جزء المقررات الدراسيه اللي في الاسفل، لان الطالب لا يدير الجلسات ولا يدير اللقاءات، الطالب فقط يعرض عليه ما اراد الاستاذ عرضه فقط. عشان كده يقدر الاستاذ في نظام اداره التعلم الالكتروني انه يجهز كل مواده التعليميه ومصادره ويضعها للطالب في مره واحده فقط، في جلسه واحده فقط، وباتباعا يبتدي ان هو يعرضها للطلاب اسبوعيا او على مدار العام الدراسي او الفصل الدراسي كل في موعده. طيب بما ان احنا يعني معرض الحديث عن التقويم الالكتروني، فانا مش عايز يعني اصرف نظر حضراتكم لغيره. طبعا في حاجات كتيره جدا وادوات كتيره جدا ممكن ان شاء الله باذن الله نعمل لها لقاء قادم لو حضراتكم ان شاء الله باذن الله ترغبوا في ذلك. اما الان هنتكلم عن مهارات استخدام نظام بلاك بورد، لا هنتكلم عن مهارات التقويم الالكتروني وما هي اساليب التقييمات داخل النظام. طبعا في الشاشه الرئيسيه لو تلاحظوا حضراتكم عندنا في حاجه اسمها الفيرتشوال ليكتشر، وعندنا المحتوى والمناقشات والمجموعات والادوات والتعليمات والانونسمنتس والتقييمات. طيب هل انا استطيع اني اعمل رابط جديد واسميه بالاسم اللي انا عايزه؟ تعالوا نعمل لدورتنا دي او لورشتنا اسم، وليكن مثلا او رابط جديد. يعني هضغط مع حضراتكم على الدائره دي واختار كونتنت اريا او منطقه محتوى، وبعدين اسميها باسم وليكن ورشه التقويم الالكتروني. وبعدين ما انساش طبعا ان اعملها available for users، يعني متاحه للمستخدمين، وبعدين ارسال. هلاحظ ان بقى عندي رابط جديد في الصفحه الرئيسيه في بلاك بورد اسمه ورشه التقويم الالكتروني اللي هي خاصه بينا احنا. طيب حضرتك عايز تعمل ايه للطالب في هذه الورشه او في هذا اللينك؟ اضغط عليها بقى ونشوف اساليب التقييمات او التقويم المتاحه عبر بلاك بورد. طبعا هنا عندي اول رابط وهو انشاء المحتوى، مالناش علاقه بيه طبعا. هنيجي بقى على التقييمات. التقييمات ازاي تقدم تقييمات للطلاب من خلال النظام؟ بنضغط على اختبار لو انا عايز اختبار،
على استطلاع لو عايز استطلاع او على الواجب. دي الثلاث اساليب اللي اقدر اعمل بيها تقييمات من خلال رابط التقييمات. لو احنا جينا على الاختبار وضغطنا عليه وبعدين انا مع حضراتكم هنا هعمل انشاء للاختبار كرييت جديد اهو واسميه برضو مع حضراتكم اختبار ورشة التقييمات لي مثلا إيميرج أفريكا، سميناها هو اسم يعني واضح جدا ان هو بتاعنا احنا. وبعدين هنا حضرتك عايز تعمل وصف لهذا الاختبار، يعني مثلا يتكون هذا الاختبار من عدد مثلا أسئلة كذا، منهم 10 أسئلة من نوع صواب وخطأ، وخمسة أسئلة من نوع اختيار متعدد، وهكذا. أي وصف حضرتك عايز تكتبه، وإن لم ترد كتابة وصف خلاص. وهنا بقى في من المميزات الجميلة قوي إن أي لينك أو أي تكست بوكس جنبه ريد ستار، مثل ومثل كل الثوابت في برمجيات الكمبيوتر العالمية اللي جنبه ريد ستار لابد حضرتك من إدخال بياناته، واللي ما فيش جنبه ريد ستار أو نجمة باللون الأحمر فلا يتطلب إدخاله. علشان أوفر على حضراتكم والوقت يسعفنا في شمول التقييمات في بلاك بورد، هكتفي بس باسم الايه المقرر أو اسم أنا آسف الاختبار، وبعدين أضغط إرسال أو سبميت. في هنا بقى هيجي السؤال أو ردا على سؤال أستاذنا الدكتور اللي الدكتور محمد قالوا لحضراتكم دلوقتي او على مسامعنا، طيب ازاي ان انا اعمل سؤال من نوع كذا للطلاب؟ هنا عندي بقى في انشاء سؤال، هلاقي في قائمه كبيره جدا وهي مثلا اجابه رقميه حسابيه، اجابه مختصره، اكمل ما يلي، اكمل ما يلي من فراغات متعدده، اما او، استكمال الجمل، تحميل ملف، ترتيب، صواب وخطا، قياس راي متدرج او اللي هو مقياس ليكرت، متعدد الاجابات، متعدد الاختيارات، مطابقه، معادلة حسابية، مقال، نقطة فعالة، وضع أسئلة للإجابات. كل دي أنواع من أنواع الأسئلة التي يقدمها نظام بلاكبورد. وطبعا كل نظام بيبقى فيه مجموعة من الأسئلة هم مسمياتها ممكن تختلف، إلا أن في النهاية حضرتك بتحاول أن أنت تختار منها ما يوائم مقررك أو المادة الدراسية اللي بتقوم بعمل اختبار لها. هناخد على سبيل المثال للحصر مجموعة من الأسئلة هنا، مثلا خلينا نبتدي مثلا بأسئلة من الأسئلة الشهيرة جدا لحضراتكم، وليكن مثلا صواب وخطأ. طيب هنيجي على صواب وخطأ، وهنا يقول لي عنوان السؤال ونص السؤال. علشان ما يحصلش لخبطة، عنوان السؤال لو تلاحظوا حضراتكم ما فيش جنبه نجمة من اللون الأحمر، يعني ممكن ما اكتبوش، أنا هكتبه بس عشان نوضح لحضراتكم ما الفرق بينهما. عنوان السؤال وليكن مثلا اختر الإجابة، الإجابة الصحيحة. طيب نص السؤال بقى اللي هو السؤال بتاع حضرتك، وليكن على سبيل المثال احنا عاملين صواب وخطأ، هكتب انا السؤال، نص السؤال مثلا يعتبر نظام بلاك بورد واحدا من أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني على سبيل المثال. ده نص السؤال اللي هيتجاوب عنه، اللي الطالب هيجاوب عليه. أما اللي فوق ده عنوان، يعني أستطيع لو أنا بعمل دلوقتي اختبار زي ما هوري حضراتكم هعمل عنوان واحد لمجموعة أسئلة، مش في كل مرة هكتب عنوان أنا. طيب هنا بقى بيقول لي طبعا أدي نص السؤال أنا كتبته، وأقدر أعمل له فورماتنج عشان بس الناس اللي بتحب أنها تعمل تنظيم للاختبار. هنا مثلا اقدر اعمل فورماتنج، يعني اعمل مثلا بولد او الاين، اعمل مثلا الاين سنتر مثلا على سبيل المثال توسيط للايه للسؤال، او اعمل محاذاه جهه اليمين او جهه اليسار كيفما اردت. اقدر كمان اختار نوع الخط واختار حجم الخط زي ما حضراتكم شايفين على سبيل المثال، وادي حجم الخط، واستطيع كمان اختيار لون الخط باللون اللي ترغب فيه. وهنا طبعا نراعي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في النظري اللي هو قانون الشكل والأرضية، يعني ما اجيش مثلا في سؤال زي ده على سبيل المثال لو تلاحظوا حضراتكم معايا كده، واجي اختار لون مثلا زي اللون الابيض ده اهو. اللون ده انا دلوقتي النص موجود، انا مش كاتب سؤال، لا انا كاتب سؤال، لكن لون السؤال هو لون الأرضية، فعشان كده
جاءت يعني نصيحة لحضراتكم اني اعمل كده واختار لون يبقى فيه كونتراست، فيه تضاد على الاقل، مثلا ما يكونش نوع من انواع نفس الايه الدرجات الالوان. الناس يا جماعة اللي شغالة على الوايت بورد وبتكتب بالله عليكم عشان بس ما نلخبطش، الناس اللي بتكتب على الوايت بورد. طيب دلوقتي يعني انا كتبت نص السؤال، اتجاه الاجابة لهذا السؤال يعني يظهر للطالب الإجابة عمودي ولا أفقي، يعني وليكن مثلا صواب وخطأ ولا جنب بعض كده صواب وخطأ، أنا هختارها عمودي. طيب أنا هغذي دلوقتي بلاك بورد بالإجابة، يعني الإجابة على السؤال ده إيه؟ إجابة يعني الإجابة دي صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا لو الإجابة صحيحة بتعلم على صواب، ولو خاطئة بتعمل خطأ. ونيجي هنا بقى للملاحظات، في ملاحظات للرد الصحيح اللي هي بقى التغذية أو التعزيز، يعني نقدر نقول مثلا للي جاوب إجابة صحيحة نكتب له أحسنت هنا، واللي جاوب إجابة خاطئة نقول له مثلا من فضلك راجع أو أعد دراسة الموديول مرة أخرى أو دراسة الدرس مرة أخرى. برضو زي ما قلت لحضراتكم مفيش جنب نجمة باللون الأحمر، خلاص يبقى أنا في حل من أني أنا أعبي الحقول دي، لكن لو ترغب فيها طبعا تقدر كيفما شئت تعبيها. أنا انتهيت من إدخال سؤال، سؤال واحد فقط، هل أستطيع أني أنا أعمل إرسال؟ طبعا أقدر، ولكن هيبقى كده انا انشات الاختبار، عايز اضيف عليه بقى اعمل تحرير من جديد. لكن لو انا داخل في نفس الصفحه وعايز اعمل اكثر من سؤال من نوع صواب وخطا، يبقى ما تضغطش ارسال، تضغط ارسال وانشاء اخر. بمجرد الضغط عليه هيجيب لي بقى هنا عنوان سؤال، مش هكتب انا عنوان، انا كتبته مره لان دي مجموعه من الاسئله من نفس النوع. نص السؤال هكتب سؤال تاني، وليكن على سبيل المثال مثلا الصوم يعتبر، الصوم في رمضان عشان نأكده في رمضان ماله مثلا سنة وليس فرضا، ده سؤال أنا عايز الطالب يشوف النص ده صواب ولا خطأ. طبعا الإجابة عليها تكون إجابة خطأ لأن الكلام ده خطأ، هو فرض طبعا. وبعدين هعمل إرسال وإنشاء آخر وهكذا حتى أنتهي من هذا النوع من الأسئلة. خليني أضغط مع حضراتكم إرسال وكأني أنشأت مجموعة كبيرة من الأسئلة. كده إجمالي الأسئلة 2 وإجمالي النقاط 20. ليه؟ عشان هو أعطى لكل سؤال 10 نقاط. هل أستطيع أنا إن طبعا الأسئلة هي قدامي، السؤال ده أنا عملته باللون ده وعملت له المحاذاة اللي حضراتكم شفتوها، وهنا ما عملتش، فعشان كده ظهر هنا السؤال ده بتنسيقاته اللي عملناها مع بعض وهنا بدون تنسيق. طيب النقاط، أدي النقاط أهي، أنا هضغط عليها مع حضراتكم وبعدين هغير العشرة دي وأخليها 1 وبعدين أضغط على إرسال. لاحظ معايا حضرتك بقى إجمالي الأسئلة 2 وإجمالي النقاط 11. ليه؟ عشان في سؤال لسه نقاطه 10. هو ده اللي برضو من ضمن العيوب اللي احنا اتفقنا عليها أو المشكلات اللي كانت بتواجه الأساتذة في إعداد أسئلة من بنوك أسئلة أو إعداد أسئلة إلكترونية. أنا هضغط تاني برضو على السؤال التاني وأخليه من درجة واحدة ثم إرسال. أصبح الآن عندي الاختبار مكون من سؤالين وإجمالي درجاته أو نقاطه درجتين، يبقى أصبح عندي دلوقتي الاختبار جاهز للنشر على الطلاب. طيب أقدر الآن أضيف عليه، أنا كنت في مرحلة ودلوقتي عايز أنتقل لمرحلة أخرى وهي إضافة سؤال جديد على السؤالين دول وأخليهم 3 أسئلة، أو إني أكتفي وأضغط موافق. طب انا وصلت هنا وافتكرت او تذكرت ان انا عايز اضيف سؤال كمان. لو تلاحظ حضرتك وانا بنتقل بالماوس او بحرك الماوس بتظهر دائرة وجواها علامة بلس اد اضافة سؤال، اقدر اضغط هنا كده وبعدين اختار السؤال اللي انا عايزه، اما من نوع نفس السؤال ده يعني مثلا صواب وخطأ، او من نوع اخر لو حضرتك عايز تعمل ايه الاختبار مجموعة اسئلة متنوعة منها صواب وخطأ ومنها اختيار متعدد ومنها اما او منها مطابقة ومزوجة متعدد اجابات متعدد اختيارات كيفما شئت. طيب لو انا عايز من نفس النوع اختار مثلا وليكن صواب وخطأ، هيوديني لهنا اعمل نص للسؤال الجديد اللي هو السؤال الثالث في الاختبار واكتب السؤال وليكن مثلا الحج فريضة. دكتور احمد، ايوه يا دكتور، انا اسف للمقاطعه بس اتفضل حضرتك تسال اسئله. دكتور نشوى بتسال هل ممكن حساب الدرجات مره اخرى؟ اعيدها تاني؟ ممكن عيني. حاضر. طيب هنتهي بس من انتهاء السؤال ده وبعدين هنرجع له تاني. في سؤال اتفضل يا دكتور، بيسال ما الغرض من كتابه نص في عنوان السؤال؟ عنوان السؤال بنكتبه يعني حضرتك مثلا لو جبنا على لو شفنا اختبار عادي
واختبار ورقي، مش حضراتكم بتكتبوا مثلا اجب عن جميع الاسئله التاليه، ده اسمه عنوان السؤال. مش ممكن حضرتك تكتب اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس، ده عنوان للسؤال. مش بتكتب حضرتك مثلا هناك اكثر من اجابه، يعني تستطيع اختيار اكثر من اجابه، ده عنوان للسؤال. لكن نص السؤال بقى اللي هو السؤال نفسه، يعني كاني مثلا بسال في الانجليش سؤال، بقول كده هي نقط مثلا جود بيرسون، هي نقط ا جود بيرسون، الاجابات ام از ار، يبقى السؤال ده نص السؤال، والاجابات اللي هي المتعدده اللي الطلبه يختار منها هي مثلا ام واز وار، يبقى ده سؤال. لكن عنوانه ايه؟ تشوز ذا كوريكت انسر. فكلمه تشوز ذا كوريكت انسر هي عنوان السؤال، كلمه اختر الاجابه الصحيحه ده عنوان السؤال، اما نص السؤال ده السؤال اللي الطالب هيجاوب عنه. ارجو ان الاجابه تكون واضحه. طيب الحج، وليكن مثلا هنكتب الحج فريضه، وهنيجي طبعا للسؤال اللي حضرتك قلته على الدرجات وتوزيعها. الحج فريضه على المسلم وغير المسلم مثلا. انا بكتب اسئله من مخي، يعني انا اسف في يعني ايه لو مش لا تناسب الجميع، لكن انا اقصد بس ان انا اعبي الايه نص السؤال. طيب بعد كده الاجابه على السؤال ده خطا، انا كده بغذي البلاك بورد بالاجابات عشان هو يعمل لي تصحيح الكتروني، وبعدين هضغط ارسال. هتلاحظوا حضراتكم دلوقتي، هنرجع تاني للنقطه اللي الدكتور محمد قال عليها في اعاده توزيع الدرجات. انا عندي اجمالي الاسئله دلوقتي 3، لكن اجمالي النقاط اللي هي الدرجات يعني 12. ليه 12؟ عشان انا عندي سؤال بدرجه وسؤال بدرجه وسؤال ب10، هو باي ديفولت بيحسب 10 نقاط. احنا عايزين نغيرها لدرجه، زي ما حضراتكم شايفين ادي السؤال ده نقاطه كانت 10 غيرناها 1، وده كانت 10 غيرناها 1. اجابتنا بقى على استاذنا الدكتور، ادي مثلا على سبيل المثال 10، هضغط عليها وهاجي هنا اعمل سيلكت واكتب 1 بدلا من 10 ثم ارسال، فاصبح هذا السؤال ايضا من 1، فبقى عندي السؤال الاخير اللي هو بتاع الحج من 1، والسؤال اللي قبله من 1، والسؤال الاول من 1، فاصبح اجمالي الاسئله 3 واجمالي النقاط 3. ارجو ان احنا نكون اجبنا على السؤال. يبقى في الحاله دي استطعت ان انا انظم. اتفضل يا دكتور. انا معلش انا هحاول ان انا اكون متوازن، ان انت حضرتك طبعا طبعا يا دكتور، ده من غير حضرتك احنا مش ملناش اي قيمه. لا لا لا، شكرا لافضل حضرتك يا فندم. انا بس عشان ابقى منظمين نقطه نظام، ان هو بس في اسئله بتاعت الناس بعد 10 دقائق، كل ما تخلص حضرتك مهاره معينه طيب هنفتح باب الاسئله. طيب لما تقول المهاره خلصت هننقل بعد كده على الاسئله. اتفضل. احنا دلوقتي على سبيل المثال نستطيع عمل اختبار من نوع سؤال صواب وخطا. انا قبل ما حضرتك بس تفتح انواع الاسئله، انا هضغط على موافق، ادوني بس دقيقه واحده بس وكده خلاص يبقى الاختبار جاهز. طيب دلوقتي لو تلاحظوا حضراتكم الاختبار بقى موجود في مجموعه الاختبارات اللي انا انشاتها عشان انشره للطلاب كده. هل الطالب يستطيع الاطلاع على هذا الاختبار وحله؟ لا. طيب امال نعمل ايه عشان الطالب يشوفه؟ بنضغط عليه نعمل له سيلكت وبعدين اقول ارسال. هنا بقى هيوديني ليه خيارات الاختبار اللي هي ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا اسم الاختبار عملناه، تقدر كمان تغير في لون الايكون بتاع اسم الاختبار باللون اللي حضرتك تشوفه مناسب على سبيل المثال، وبعدين تقول له تطبيق بعد ما تختار اللون اللي انت عايزه. بعد كده فتح الاختبار في اطار جديد، يعني زي ما حضرتك بتعمل نيو تاب كده على الاكسبلورر، يعني يفتح في تاب جديد تقول له مثلا نعم، اتاحه للطلاب نعم عشان الطلاب يقدروا يشوفوه، إضافة إعلان لهذا الاختبار نعم عشان بلاك بورد يبعت إشعارات للطلاب إن تم إنشاء اختبار. ونيجي هنا عندنا حاجة اسمها المحاولات المتعددة، يعني حضرتك عايز تسمح للطلاب، لو أنا ضغطت عليها كده وقلت له محاولات متعددة، السماح بعدد غير محدود ولا بعدد محدود؟ لا، بعدد محدود. كم؟ وليكن مثلا مرتين، يعني يقدر الطالب يدخل على الاختبار ده مرتين. طيب النتيجة هتحسب له إزاي؟ نتائج المحاولات على حسب المحاولة المقدرة الأخيرة مهما كانت درجتها، ولا التقدير الأعلى، ولا التقدير الأدنى، ولا المحاولة المقدرة الأولى أيا كان درجتها، ولا متوسط المحاولات ما بين المحاولتين. حضرتك بتختار الاختيار اللي أنت عايزه، وليكن طبعا علشان يبقى شوية في يعني مساعدة للطلاب بيكون التقدير الأعلى. يعني لو الطالب اختبر الاختبار ده مرتين، جاب في مرة 7 وفي مرة 9، لا يختار له 9 درجات. لو مش عايز وعايزه هو مرة واحدة فقط، يبقى بتشيل تماما
العلامة من محاولات متعددة. بعد كده عندنا حاجة اسمها فرض الإكمال. فرض الإكمال دي اللي هي الفورس كومبليشن، ان الطالب لا يستطيع الخروج من الاختبار والدخول اليه مرة اخرى الا بعد اكتمال جميع الاسئلة وحفظ الاجابات. لكن لو انا ما ضغطتش عليها، يعني لو سبتها دلوقتي من غير تفعيل، الطالب يقدر يدخل على الاختبار ويخرج منه من غير ضغط على حفظ وارسال، لاي سبب بقى، الكهرباء اتقطعت، الانترنت شبكته راحت، اي حاجة، يقدر يكمل السؤال من حيث انتهى، وطبعا مع حفظ الايه الاسئلة اللي اجابها مسبقا. لو انت مش عايز كده وعايزه يكمل الاختبار في جلسة واحدة، يبقى اتعلم على فرض الاكمال. بعد كده تعيين المؤقت، الاختبار ده مدته قد ايه، وليكن ساعة. طيب وبعد كده بنعمل تشغيل للارسال التلقائي للاجابات، يعني بمجرد الطالب ما يجاوب مش لازم يضغط على حفظ، هو في 5 ثواني بيتم حفظ الايه الاجابة تلقائيا، وهنشوفها مع بعض دلوقتي واحنا بنجاوب على الاختبار. بعد كده عندي بقى العرض بعد والعرض حتى، اللي هي مدة الاختبار. يعني مثلا احنا النهارده 26/6/2020، والساعه الان مثلا 5/6/10، ده بدايه الاختبار. طب ينتهي امتى؟ وليكن مثلا انا هزود يوم مع حضراتكم، اخليها بدل 26 اخليها 27، يبقى هينتهي الاختبار بكره في نفس الموعد، يبقى كده اتحت للطلاب 24 ساعه. لو انت حضرتك عايز تعمل كلمه مرور، يعني ما فيش طالب يقدر يدخل على الاختبار الا لما يكتب الكلمه دي، وليكن 1 2 3 مثلا يعني، أو مش عايز كلمة مرور بتشيل العلامة. طيب تقييد موقع، وطبعا دي حاجة مهمة جدا، أنا هتوقع مثلا مع حضراتكم إن أنتم بتعملوا اختبار إلكتروني في كلية من الكليات، وليكن مثلا كلية التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة كذا، جامعة المنصورة، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، أي جامعة، أو هنا مثلا في جامعة جازان في المملكة العربية السعودية. لو أنا حبيت ساعتها أقيد الموقع فبعمل الأي بي بقى، هنا عندي بدون قيود، أو مثلا هنا بالنسبه لي انا جي يو لابس اللي هو جازان يونيفرسيتي لابس، يعني معامل جامعه جازان، او عامل تصفيه بالاي بي، يعني ادخل الاي بي هات بتاعه المعامل اللي المفروض اربط عليها الاختبار، والاختبار ما يفتحش بره هذه المعامل. طيب بعد كده استثناءات ازاحه الاختبار، اضافه مستخدمين. حضراتكم سمعنا كتير قوي في الاونه الاخيره عن حاجه اسمها الميك اب اكزام، اللي هو الاختبار البديل. يعني لو انا الطلاب بتوعي مثلا لو هم عددهم 20 طالب، في 5 لم يحضروا لاي سبب، وانا قبلت اعذرهم وعايز اعمل لهم اختبار هم كمان، اقدر اعمل نفس الاختبار ده، ولكن عند اضافه المستخدمين او المجموعه، لو ضغطت عليها اختار من المجموعه او من الطلاب هذه الشعبه، اختار مجموعه مستخدمين معينين اعلم عليهم كده، هم دول الطلاب المستثنون فقط اللي هيقدم لهم الايه الاختبار. يبقى البلاك بورد مش هيقدم الاختبار لكل الطلاب ال20، لا، هيقدم لهؤلاء الثلاثه فقط. ده بالنسبه لاستثناءات الاتاحه. تاريخ الاستحقاق، اللي هو الطالب يستطيع انه يدخل على الاختبار لغايه امتى، اللي هو التاريخ النهايه الديدلاين، وليكن مثلا غدا اللي هو 27/6 في الساعه مثلا 6:00. طيب حضرتك عامل العرض حتى فوق، عرض بعد وعرض حتى، فمش مهم ان انت تعمل تاريخ الاستحقاق. بعد كده عندي لا تسمح للطلاب ببدء الاختبار في حالة تجاوز تاريخ الاستحقاق. في الحالة دي لو انا علمت كده، الطالب طبعا بعد ما اعمل تاريخ استحقاق طبعا واعلم على دي، الطالب لن يستطيع ان هو يدخل حتى يرى الاختبار بعد مضي هذا الوقت. طيب خيارات التقييم الذاتي، يعني الطالب بعد ما يختبر تضمن درجاته في مركز الاختبار او في حسابات درجات مركز التقديرات الكامل، نعم طبعا باي ديفولت متعلم عليها. قلت لحضراتكم في العيوب في الجانب النظري في البرزنتيشن، لو انا جيت بالخطا وضغطت كده، ده هيحرمني ويحرم الطالب من وجود درجات الطلاب بشكل تلقائي في مركز التقديرات واحصل عليها مباشره، فلا بد ان انا ابقي عليها سيلكت محدده علشان خاطر تبقى تسهل علي الحصول على درجات الطلاب فيما بعد. طيب عرض نتائج وملاحظات الاختبار على الطلاب امتى؟ طبعا بعد التقديم مثلا يعني، وهنا في اختيارات، في تاريخ محدد، بعد تاريخ الاستحقاق، بعد تاريخ انتهاء الاتاحه، ولا بعد تقدير الايه المحاولات، زي ما حضرتك عايز بقى، يعني الطالب يقدر يشوف اجاباته الصحيحه والخاطئه ويعرف درجته امتى. بعد كده تقديم الاختبار للطلاب، الكل في وقت واحد، يعني كل الأسئلة في صفحة واحدة، زي مثلا الإعدادات اللي أنا كنت مع حضراتكم
الان وبالمنسدله كده او بالسكرول عمال انزل مع حضراتكم، ولا الكل في مره واحده؟ يعني اقدم للطالب سؤال سؤال عفوا سؤال سؤال، يعني الصفحه فيها سؤال واحد وفيها مثلا نافيجيشن او انتراكتيف التالي السابق، او اني اعمل حظر للرجوع، يعني الطالب بعد ما يجاوب ما ينفعش يرجع يعدل في الاسئله التي تم ارسالها. طبعا الكل في وقت واحد اضمن، لان الاختبار هيكون للطالب بالكامل امام عينه، يقدر يشوف الاسئله اللي تم الاجابه عليها او لا. اخر حاجه ترتيب عشوائي للاسئله، طبعا ان يقدم لو الاختبار 20 مفردة او 20 سؤال هيقدم للطالب الاول الاسئلة مثلا رقم 3 و17 و22 و35 بالشكل ده، وللطالب اللي جنبه لانه عشوائي هياخد هو السؤال رقم 1 ورقم 9 ورقم 13 وهكذا، فيبقى امكانية عرض نفس الاسئلة لطالبين ضعيفة، خصوصا لو كان عدد بنوك الاسئلة كبير وضخم، يعني ايه هيمنع مسألة تكرار الأسئلة أمام شاشات الطلاب لو هما بيختبروا في معمل وقاعدين يقدروا ينظروا في شاشات بعض ويقلل شوية من عملية الايه الغش. طيب أنا هضغط مع حضراتكم دلوقتي إرسال كده، الاختبار بقى جاهز أهو، اختبار ورشة التقييمات إيمرج أفريكا، هضغط عليه هيجي يظهر للطلاب بالشكل ده. هذا الاختبار له حد زمن يصل إلى واحد ساعة، احنا عاملينه 60 دقيقة طبعا، اعداد المؤقت، سيتم حفظ هذا الاختبار وارساله تلقائيا عند انتهاء الوقت، يعني لو الساعة عدت على الطالب حتى لو كان في اسئلة ما اتحلتش الاختبار هينتهي، والاسئلة اللي تم حفظها والاجابة عنها تلقائيا هترسل للاستاذ. فرض الاكمال، يمكن حفظ هذا الاختبار واستئنافه عند اي نقطة حتى ينتهي الوقت، طبعا شرحنا دي واحنا بنقول في الاعدادات، وسيستمر المؤقت في التشغيل اذا تركت الاختبار. يعني حضرتك مثلا من حيث انتهيت خدت 45 دقيقه من الاختبار وخرجت، بمجرد الدخول على الاختبار مره ثانيه بيبتدي من اول ال 45 مش من اول الساعه. هضغط مع حضراتكم على بدء كاني طالب، بيتيح بلاك بورد انك انت تشوف الاختبار زي ما هيشوف الطالب بالضبط. هيبدا الاختبار بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. السؤال الاول يعتبر نظام بلاك بورد واحده من انظمه اداره التعلم الالكتروني، انا هجاوب دلوقتي مع حضراتكم وهضغط على صواب ومش هضغط على حفظ الاجابه. لاحظوا معايا كده، بعد ثواني بسيطه هيتم حفظ الاجابه تلقائيا. تعالوا نشوف ليه السؤال اهو، تم الحفظ، انا ما ضغطتش على حفظ. السؤال الثاني، الحج فريضه على المسلم وغير المسلم، انا هضغط على خطا ودي كانت اجابتنا، وهضغط مع حضراتكم على حفظ او بيتم الحفظ تلقائيا. طبعا استطيع التعديل طالما ما ضغطتش حفظ وارسال الجميع. الصوم في رمضان سنه وليس فرضا، هضغط على خطا، او خليني اقول مع حضراتكم انا هضغط على صواب. احنا عارفين طبعا ان السؤال ده اجابته خطا، بس انا هضغط صواب عشان اشوف كده الاسئله. انا مش هاخد كده الدرجه النهائيه، مش هاخد 3 من 3، المفروض ان ناخد 2 لان الاجابه دي صح فعلا والاجابه دي خطا، لكن الاجابه دي خطا وانا عملتها صواب، يعني انا اخطات كطالب. تعالوا نضغط على حفظ وارسال ونشوف مع بعض. طبعا تأكيد الإرسال مرة أخرى ودي حاجة كويسة جدا في النظام. هنا بقى بيقول لي تم حفظ الاختبار وإرساله، أنا اسمي هو أحمد صاوي والاختبار اسمه كده، وادي البيانات، اضغط موافق عشان أراجع النتيجة. موافق، فقال لي حضرتك أخذت درجتين من 3. طب ليه؟ تعالوا نشوف كده معايا أهو، أخذت 1 من 1 في السؤال الأول، وأخذت 1 من 1 في السؤال الثاني، أما السؤال الثالث أخذت فيه 0 من 1 لأني أجبت إجابة خاطئة، وبعدين أضغط موافق. أنا جاهز يا دكتور محمد لأي استفسار أو أي سؤال في الجزئية دي. شكرا لحضرتك يا دكتور. أو في البداية للحضور الكرام، يا ريت يا جماعة اللي عاوز يسأل سؤال يكتبه في الشات وأنا هحاول أجاوب على بقية على الأسئلة اللي كانت موجودة في الأول. في الدكتورة رحاب بتقول هل يمكن التنسيق مرة واحدة فقط لجميع النقاط التابعة لنفس السؤال؟ هو لو حضرتك ما عملتش تنسيق هيظهر كله بنفس التنسيق، لكن بما اننا بندخل الاسئله سؤال سؤال فلابد من تنسيق كل سؤال على حده، لكن لو ما عملتش تنسيقات هتظهر كلها بنفس التنسيق. تمام. سؤال تاني من دكتوره بسمه بتقول ما هي النقاط الاضافيه؟ هل المقصود بها اضافه نقاط اخرى اذا تم اجابه صحيحه؟ مش فاهم السؤال يا دكتور. انا برضو مش فاهم السؤال. دكتور بسمه ممكن تفتح المايك وتكلمي؟ دكتور
طيب بس الدكتور بسمة مش عارف في مشكلة عندها طب الحين الحين لو في أسئلة الحين تانية يا ما دكتور تيسر الحين الأمر. الدكتور أكثر. تمام الدكتور إبراهيم أحمد بيقول أعتقد اختيارات أخرى. طب ماشي. في الدكتور أكرم بيقول من أين أستورد الأسئلة؟ من بنك الأسئلة الاختبار مال، جاي وهل حالا في أكثر من حالا إجابة صحيحة ويوجد تصحيح جزئي ولا لا؟ يا دكتور، بقيت نص السؤال معلش. من أين أستورد الأسئلة؟ من بنك الأسئلة لاختبار معين، وهل حالا في حالا، استيراد وتصدير الأسئلة هي النقطة اللي جاية إن شاء الله حالا. ماشي، هل في أكثر من إجابة صحيحة؟ يعني يوجد تصحيح جزئي؟ طبعا لو أنا عندي اللي اخترت نوع من الأسئلة مثلا متعدد الاختيارات، أقدر أدخل أكثر من اختيار. طبعا أنا مش هقدر في الوقت المتبقي أقول لحضراتكم على كافة أنواع الأسئلة، لو أنتم حابين طبعا أنا ما عنديش أي مشكلة، ومعاكم لو 5 ساعات، لكن بما إن إحنا حددنا ميعاد الورشة ساعتين، فأنا يعني هترك لحضراتكم المجال بعد كده إن شاء الله بإذن الله لأنواع أخرى، وممكن يعني نعمل ورش متتالية. لكن احنا عندنا لو تشوفوا في التقييمات، معلش يا دكتور محمد دقيقه واحده بس معايا حضرتك. تفضل مع حضرتك. لو انا جيت هنا مثلا وعملت انشاء لسؤال لاختبار وضغطت مثلا اي مسمى وعملت ارسال، لاحظوا حضراتكم معايا انا عندي في انشاء الاسئله في عندي حاجه اسمها متعدد الاجابات، متعدد الاختيارات ومتعدد الاجابات. متعدد الاختيارات كاني بقول لحضرتك مثلا الحج يكون في شهر وبعدين بديك 3 اختيارات، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، الإجابة إيه؟ ذو الحجة. طيب متعدد الإجابات اللي هو ده بقى متعدد الإجابات، إن أقول لحضرتك مثلا أي من البلدان التالية تتحدث اللغة العربية، ورحت قايل لحضرتك من البلدان يعني اليو كي، اليونايتد كينجدم، المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، وبعدين كتبت المملكة العربية السعودية، وكتبت مصر، وكتبت العراق، وكتبت مثلا ألمانيا. أنا عندي مصر والعراق والسعودية بيتكلموا عربي، يعني السؤال ده هو 5 اختيارات منهم ثلاثة إجابات صحيحة. ففي عندي أنواع كتير من الأسئلة طبعا، وعندي مطابقة إني أوصل، وعندي معادلة، وعندي مقال، بس طبعا ده مش هيصحح إلكترونيا، قياس رأي متدرج اللي هي زي مثلا الاستطلاعات اللي هي موافق وغير موافق، بشدة وبضعف، ده سيء وجيد، طبعا صواب وخطأ احنا شفناه مع بعض، وعندنا ترتيب اقدر ارتب اجيب له مجموعه من الكلمات يقدر يرتبها، او مجموعه من الجمل ويقدر يرتبها، اقدر اعمل تحميل ملف، يعني الطالب يبعت ملف بي دي اف او وورد او غيره او باوربوينت وانا اطلع عليه وبعدين اقيمه. عندي استكمال الجمل، يعني لو هتبقى في كلمه او اكثر من كلمه للسؤال عندي اما او، وهو طبعا يشبه شويه صواب وخطأ. وعندي اكمل ما يلي من فراغات متعدده، يعني كمان مش فراغ واحد، اكثر من فراغ، وليكن مثلا بقول اني شرع الصوم في مثلا على امه ونقط، مثلا الاسلام في شهر رمضان دي نقط طبعا، وفي ليله نقط اللي هي القدر، يبقى اقدر اعمل 3 او 4 اجابات او فراغات الطالب يقدر يعبيهم. عندي اكمل ما يلي باجابه واحده او بنص طبعا، ولو بنص هيكون التصحيح مش تلقائي، هيكون حضرتك اللي هتصحح. عندي اجابه مختصره، والاجابه المختصره دي ممكن تكون تعليق على صوره، وعندي اجابه رقميه حسابيه حتى ممكن تضع المعادله للطالب، والاجابات تكون هي مثلا صواب او خطا، او تحط النص بتاع النص السؤال بالوورد مثلا او كاتبه كمعادله، وليه اجابات والطالب يختار من ضمن هذه الاجابات. ولو نزلنا تحت هنا برضو عندي معادلة حسابية، وعندي مقال قلناه، وعندي نقطة فعالة، يعني يقدر في الصفحة أو في الصورة يشير إلى نقطة معينة بالماوس، وعندي وضع أسئلة للإجابات. طبعا أنواع كتيرة جدا، احنا طبعا خدنا تقريبا نص ساعة في فقط الصواب والخطأ، فعشان كده بقول لحضراتكم أنا مش هستطيع إن أنا في خلال وقت الدورة ناخد الكل، أنا خدت بس مثال شهير، اما الباقي كله شغال وممتاز. ولو حضراتكم بعدين ممكن نعمل لكم لكل نوع من الانواع دي، او في كل مثلا مجموعه ورشه ان شاء الله باذن الله بالتنسيق مع الدكتور محمد ومع ايمرج افريكا ان شاء الله. السلام برضو عليكم دكتور محمد. دكتور اكرم. نعم، بس هو احنا لسه ما فتحناش الشات. طب انا اسمعنيش، انا كان سؤالي بس انه السؤال اللي هو متعدد الاجابات، لو مثلا 3 اجابات صحيحه وانا جاوبت اجابتين، هل في تصحيح جزئي؟ يعني هل طبعا اخد جزء من الدرجه؟ ايوه يا دكتور، في جزء من الدرجه في اكتر من سؤال، مش بس السؤال ده، وكمان في المطابقه، يعني السؤال متعدد الاجابات. احسنت يا دكتور في السؤال، طبعا السؤال متعدد الاجابات وسؤال المطابقه على سبيل المثال
اكتر من اجابه. انا مثلا عندي 3 اجابات اتاحها الاستاذ، اجبت منهم اجابه صح واجابتين خطا، يديني جزء من الدرجه طبعا في اسئله المطابقه وفي اسئله الاختيار متعدد، الاثنين موجودين. لو حابين تشوفوها انا ممكن اعملها حالا عمليا. شكرا يا دكتور، انا اسف ان انا فتحت الشات يا دكتور محمد. ابدا ابدا يا دكتور، تحت امر حضرتك. شكرا افضل يا فندم. تسلم، الله يبارك فيك. دلوقتي معانا دكتور نشوى بتسال اللي هو ايه المقصود بالاي بي، ومعانا في 2 رافعين ايديهم، دكتوره امينه ودكتوره ساميه. طيب الاي بي يا دكتوره، مقدما الاي بي في لكل مثلا كمبيوتر اي بي خاص. الجماعه بتوع تقنيه المعلومات بيبقوا عارفين اي بيهات كل جهاز، ارقام محدده ومخصصه. لا يستطيع احد ما عندوش اي بي مربوط على النظام، نظام الاختبارات، يقدر يدخل على الاختبار ابدا. لو انت حضرتك عايزه تحددي مجموعه معامل او مجموعه كمبيوترات او لابات بعينها، هم دول بس الناس اللي تقدر تدخل على الاختبار. ده معنى كلمه اي بي. معنى يا دكتور. بالنسبه للسؤال اللي الدكتوره نشوى بتساله، بتقول هل اتاحه المحاضرات لكل الحضور الكرام؟ بقولها اكتر من مره، احنا عندنا قناه موجوده على اليوتيوب اسمها قناه ايميرج افريكا، هنشر الرابط بتاعها في الاخر، عليها كل الورش اللي احنا عملناها بالعربي، وعندنا ورش برضو باللغه الانجليزيه. تمام. الدكتور اكرم كان الدكتور عمرو كان بيسال هل يمكن تجزئه السؤال الى عده نقاط؟ تاني يا دكتور، هل يمكن تجزئه السؤال الى عده نقاط؟ ما هو على حسب نوع السؤال. يعني مثلا لو النوع اللي احنا فيه حاليا ما فيهوش تجزئه، لكن لو انت عايز تعمله مثلا متعدد الاجابات، عايز تعمله سؤال مقالي بمجموعه من الفقرات، عايز تجيبه اجابه مختصره بس فيها مجموعه من النقاط، طبعا تستطيع على حسب نوع السؤال. تمام. الدكتور نشوى بتسال في تصميم التقييمات اللي هي جوجل، هل يمكن استخدامه از فري تول؟ هو السؤال مش واضح دكتور نشوى، واحنا دلوقتي بنتكلم في ال ام اس، فاظن ان احنا يعني في حته مش يعني مش مرتبط للورش دلوقتي، ممكن السؤال نتناوله في مرحله ثانيه او في ورش ثانيه. دكتوره ساميه تحت امر حضرتك يا دكتور، هنفتح المايك لحضرتك، اتفضلي يا فندم. حضرتك معاك المايك. مساء الخير. مساء الخير. انا مساء الدكتوره ساميه. انا معاكم دكتوره ساميه العزب، انا استاذ في كليه طب الاسنان جامعه القاهره، ورئيس لجنه تطوير استراتيجيات التعليم العالي في مجال طب الاسنان بادخال الاي ليرنينج. اهلا وسهلا بحضرتك. وكان سؤالي طبعا، انا عارفه البلاك بورد كليرنينج مانجمنت سيستم هو بيبقى مكلف ولازم تكون جامعه هي اللي جايباه، فيعني الديمونستريشن اللي حضرتك بتعملها مش هتبقى متاح لينا ان احنا نعمل حاجه زي كده. فهل الموديل في نفس برضو الاختيارات، ولا اكيد البلاك بورد فيه تقريبا يا دكتوره؟ تقريبا زي بعض، تقريبا زي بعض. انظمه اداره التعلم الالكتروني جامعها المفتوحه، مفتوحه المصدر ومغلقه المصدر، بتتشابه في ادواتها. يعني كلها فيها ادوات للتقييم، فيها انشاء ادوات لانشاء المحتوى، فيها ادوات للتواصل ما بين الاستاذ والطالب زي الفورمز او ال جوجل كلاس روم، وفي الحاجات دي منصات كتيره جدا يا دكتوره، وفي منصات كتير جدا مفتوحه المصدر. لكن احنا بناخد دلوقتي الاساس، يعني هل استطيع اني اعمل تقييم الكتروني او تقويم الكتروني على نظام الكتروني ايا كان شكله؟ انا حتى في بدايه العرض لو حضرتك حضرت معانا من الاول نوهت لاني موديل طبعا مفتوح المصدر، وفي برامج كتير جدا بتعمل اختبارات الكترونيه، منها فري ومنها طبعا تجاري او بتكلفه. لكن في النهايه الادوات بتتشابه. لو حضرتك اخذتي الفكره واساسها، يعني لما تفتحي النظام تاني ان شاء الله باذن الله الفروقات هتبقى طفيفه جدا. انا الحقيقه انا بدرب في مركز تنميه قدرات اعضاء التدريس جامعه القاهره، هاو تو كرييت اي ليرنينج يونت، بقى بكورس لاب وبرامج ثانيه، فبرضه فيها انشاء اختبار وكده. بس يعني انما بلاك بورد مش افيلبل الا بمقابل، ومقابل كبير اعتقد، لازم تكون جامعه هي اللي جايباه او حاجه كبيره، صح كده يعني؟ صح يا دكتوره، بس هو المقابل على مؤسسه تعليميه مش كبير ولا حاجه. طبعا طبعا، ما لازم تكون مؤسسه جامعه مثلا او. الله يبارك في عمرك. انا الهدف من الورشه يا دكتوره في المرحله اللي احنا فيها دي، لو تلاحظي حضرتك في يعني دول كتير قوي بعد جائحه كورونا، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يقضي بزوالها قريبا باذن الله عن كل البلاد. في بلاد كتير جدا تطرقت لجانب التعليم عن بعد، والجانب ده طبعا لازم نظام. الانظمه الفري الى حد ما بتبقى يعني اعداد المستخدمين فيها محدود، فحتى لو انت استخدمتي نظام فري علشان تعليمي بيه طلابك، لو المجموعات زادت وكبرت لازم تدفعي مقابل مادي عشان تكبريه. طب لو مؤسسه كبيره زي جامعه مثلا اشترت النظام، فمن المحتمل ان شاء الله باذن الله ان ممكن في العام المقبل يدخل النظام التعليم الالكتروني، يدخل بقى حتى بلندد، يعني يدخل مدمج، بحيث ان احنا نبقى على
متأهبين لأي طارئ حتى لو كان خارج عن إرادتنا في المرحلة المقبلة إن شاء الله. أكيد يعني أنا بدرب من 2007 تقريبا e-learning، لكن اللي حصل الأيام دي هو اللي فعلا أكد أهمية e-learning وإن هو لا غنى عنه وهو الحل البديل في أي أزمة بنمر بيها. الله يفتح. بشكر حضرتك جدا. بشكر حضرتك بس ثانية، وبنوه لحضرتك على فكرة كويسة إن إحنا إن شاء الله زي ما قلت في أول ورشة من خلال إيمرج أفريكا إن شاء الله هيبقى فيه تدريب خاص عن الموديل الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله. ولو حابين ان احنا نشارك برضو على اساس نعرض برامج اي ليرنينج بقى او كرييت اي ليرنينج يونت، ما عنديش مانع. ان شاء الله لينا الشرف دكتور، وهنتواصل انا هتواصل مع حضرتك دكتور ان شاء الله بعد الورشه باذن الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. انا انتقل بعد كده. هل هذا الموقع دكتور احمد يحب اللي هو الموقع ده متاح للجميع انه فقط داخل الجامعه؟ اظن الاجابه واضحه للدكتور احمد. نعم. معلش انا دخلت متاخر بس كنت عايز اعرف هل ده تطبيق ولا موقع وازاي ادخل عليه؟ ده فن دكتور ابراهيم، ده موقع اسمه Blackboard. ماشي تمام. احنا ننتقل دلوقتي للدكتور امين تقريبا. دكتور امين هفتح لحضرتك المايك يا فندم. دكتور طيب الدكتور شريف ممكن يتفضل. دكتور اماني. طب دكتور اماني. ايوه دكتور اماني مع حضرتك. إيه انا بس كنت عايزه اسال على توزيع الدرجات في انصاص درجات وكده اهوت من ضمن التوزيع بتاع الدرجه ولا لازم درجه صحيحه هي اللي بتتحط؟ لا في طبعا. لا يا دكتوره في ممكن تعملي حضرتك بوينت يعني تعملي الرقم صحيح وبعدين بوينت وتكتبي الرقم الثاني الكسر، ولكن احنا يعني انا يعني مفضل ان هو درجه صحيحه انا بس انا بسال في الاوبشن. لا في يا دكتوره في موجود. طيب موجود. سؤال تاني بعد اذن حضرتك. طيب. في اللي هي اكمل في السبيسز لو حصل وان السبيلنج مثلا بتاع الطالب مش زي اللي انا مغذياه للامتحان، يعني كتب سبيلنج ميستيك اوكي حرف غلط يعني مش هقول الكلمه كلها غلط، حرف منها غلط، ففي الحاله دي بتضيع منه الدرجه ولا ليا اوبشن ان انا اخطا اقول له كذا حاجه؟ تقدري يا حضرتك تختاري واكتر من واحده كمان، يعني ممكن تحطي اكتر من مفرده للتشابه، يعني على سبيل المثال حضرتك مثلا واحد الاجابه كانت مثلا عاصمه جمهوريه مصر العربيه، ففي ناس كتبت القاهره بالهاء وناس كتبتها بالتاء المربوطه، تقدري حضرتك أوكي. تحطي اكتر من بديل كلهم صحيح. فهمت اوكي. نعم. متشكره لحضرتك. تحت امر حضرتك يا دكتوره. تحت امر دكتور امين. مش طب خلاص دكتور شريف. دكتور شريف. طيب اظن دكتور شريف مش متاح في الوقت الحالي. دكتور احمد لو في اي سؤال للحضور الكرام، لو حد حابب ان هو يفتح المايك ممكن يكتب واحد بحيث ان احنا نفتح المايك. خلاص دكتور احمد ممكن ننتقل للورشه نكمل الورشه مع حضرتك يا فندم. ماشي يا دكتور اتفضل. طيب استعرف مع حضراتكم دلوقتي وكاننا مثلا انشانا الاختبار على نظام بلاك بورد من اداه الاختبار. عملنا اختبار الان، كان في سؤال جالنا وقلنا هنجاوب عليه مباشره بعد الانتهاء من فقره الاسئله، وهو ازاي اتداول هذا الاختبار ما بين اكثر من استاذ. يعني وليكن مثلا لو احنا مجموعه اساتذه بندرس نفس المقرر لاكثر من شعبه، واحد انشا الاختبار ونفس الاختبار هيعرض او هينشر على اكثر من مجموعه، فمش مهم ان كل استاذ ينشئ اختبار تاني، ممكن نتداوله يعني نعمل له عمليه اكسبورت وامبورت. طبعا ينفع. تعالوا نشوف حضراتكم ازاي. طبعا اتفقنا ان احنا عندنا جزء تحت اسمه اداره المقررات الدراسيه، هننتقل اليه وهنضغط على ادوات المقرر الدراسي. من ادوات المقرر الدراسي هتلاحظوا حضراتكم ان احنا عندنا اوبشن اسمه الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الاسئله تيستس سيرفيز اند كويشن بولز او بولز، هضغط عليه. هنا عندي الاختبارات وعندي الاستطلاعات وعندي مخازن الاسئله. احنا عملنا ايه؟ عملنا اختبار، يبقى نروح على الاختبارات. هنلاحظ هنا مجموعه الاختبارات اللي انا انشاتها، ومن ضمنهم اختبارنا اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو اختبار ورشه التقييمات لايمرج افريكا. حضرتك عايز تعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي اصدره علشان استاذ تاني ياخده يستورده مني ويحطه في شعبته. طيب جنب الاختبار لو تلاحظوا حضراتكم هتظهر قائمه، هنضغط عليها فيها حاجة اسمها تصدير، بنضغط عليها. لاحظوا معايا كده، شايفين حضراتكم هنا حصل ان في ملف مضغوط اسمه تيست اكسبورت فايل، ملاحظينه؟ ده
ملف مضغوط ولكن بصيغة اسمها صيغة سكورم. كل أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني تقريبا على الإطلاق بتشتغل بنظام سكورم أو بصيغة سكورم. صيغة سكورم ما ينفعش يتفتح ملف إلا بيها. إزاي يعني؟ يعني أنا دلوقتي عندي في التنزيلات في الداونلودز بقى عندي التست إكسبورت فايل ده، لو أنا حبيت أفتحه خارج النظام يحصل إيه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم كده. أنا هفتح مع حضراتكم هنا وهفتح التنزيلات بتاعتي وهشوف مع حضراتكم ادي الاكسبورت فايل بتاعي اهو، انا عايز افتحه كده مع حضراتكم اهو. لو تشوفوا كده معايا ايه يعني اعمل فيه ايه، انا مش شايف انها كلها لغه رتمات ما تشتغلش لوحدها اهو. افتحه بايه ده؟ ملاحظين معايا حضراتكم؟ لكن لو انا فتحت بقى ده من خلال نظام لاداره التعلم، طبعا الحكايه دي بتساعد على سريه البيانات، يعني ما حدش يقدر يفتح ده حتى لو الطالب حصل عليه. يعني خلينا اقول باي شكل من الاشكال الملف ده وقف ايد الطالب، طبعا ده ملف الاختبار حاجه صعبه جدا ان الطالب يحصل عليه. طب خلي الطالب حصل عليه، مش هيقدر يفتحه الا من حساب استاذ، مش من حساب طالب، من حساب طالب ما عندوش اداره للمقرر، يعني ما يقدرش يستورده بعد ما صدر. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نستورده. انا هرجع مع حضراتكم وكاني بدخل بلاك بورد للمره الاولى، انا استاذ جديد ما عملتش الاختبار ده ولا حاجه، اسمي فلان وليكن انا الدكتور محمد البهي القائد بتاعنا دلوقتي، ودخلنا على بلاك بورد ودخل على مقرره هو وشعبته. في الحاله دي هينزل هو كمان على اداره المقرر او المقررات الدراسيه ويختار ادوات المقرر الدراسي ويختار منها الاختبارات والاستطلاعات ومخزن الاسئله، ويجي هنا عند الاختبار وبعدين يقول لي استيراد اختبار، استيراد اختبار، ونضغط عليها وبعدين يقول له استعراض جهاز الكمبيوتر. فين الاختبار اللي حضرتك عايز تستورده؟ بنضغط على استعراض جهاز الكمبيوتر. هتلاحظوا قبل بس ما نعمل استعراض في عندي استعراض المقرر الدراسي، يعني لو انا عندي مقرر دراسي اخر مربوط على بلاك بورد، لو انا بدرس مثلا ست شعب وعايز انقل الاختبار ده ما بين الست شعب، استطيع بقى ان اعمل ايه؟ استعراض مقرر دراسي. لكن احنا طبعا دلوقتي هننقله من استاذ لاستاذ من خارج الشعبة غيري يعني، فبعمل استعراض جهاز الكمبيوتر وبعدين اختار التنزيلات او الداونلودز واختار مع حضراتكم الملف بتاع السكورم ده وبعدين اقول له اوبن. هلاحظ هنا ان اسم الاختبار جالي اهو، اسم الملف، وبعدين اضغط على ارسال. لاحظوا معايا حضراتكم دلوقتي تمت معالجة الحزمة، ملف السجل معروض ادناه، وبعدين اضغط على موافق. اصبح عندي دلوقتي في اختبارين، واحد منهم اصل اللي هو ده، وطبعا تم نشره للطلاب زي ما احنا عملنا مع بعض، والاخر اهو لم يتم نشره. ده اللي انا عملت له ايه؟ عملت له استيراد من استاذ اخر. يعني لو انا ما عنديش ده خلاص مش هيبقى عندي غير اختبار واحد فقط لورشه التقييمات لإيميرج افريكا، وهي دي طريقه عمل استيراد وتصدير لاختبار. بمجرد وضع الاختبار المصدر والمستورد في هذه القائمة في جزء إدارة المقرر الدراسي، ده لا يعني نشره للطلاب طبعا، لابد ان انا اعمل اللي عملناه قبل كده مع حضراتكم، يعني اروح على مثلا التقييمات وبعدين اضغط على التقييمات وعلى اختبار، يظهر لي هنا بقى في جزء الاختبارات هنا، ولما يظهر هنا اضغط عليه وبعدين اعمل له ارسال وابتدي انشره كيفما كما فعلت ايه في سابقه. طبعا هنا فتح اختبار في اطار جديد، نفس الايه الاوبشنز اللي احنا شرحناها مع حضراتكم في الاختبار السابق. ده بالنسبه لي عمل تصدير واستيراد للاختبار. طبعا دي اداه ثانيه، فهستسمح حضرتك يا دكتور محمد لو في اي حاجه، عشان عايزين ندخل على جزء البنوك، لو في اي استفسار او اي سؤال انا تحت امر حضراتكم. هو دكتور معانا الدكتور شريف مشكورا، كان في الجزء الاول وكان المايك عنده فيه مشكله، هو حاليا نفتح المايك. طيب اتفضل. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد منور وما شاء الله ربنا يبارك لك، يعني استاذي استاذي دكتور شريف احمد ابراهيم استاذي. ازيك اخبارك ايه؟ ربنا يعزك ويبارك في عمرك. بس ليا استفسار يا دكتور احمد، هو كان الافضل ان انا لما ابدا اشتغل على الاختبار ما اخشش في منطقه المحتوى لانه كده بيبقى متاح للطلاب، فهل الافضل انا يعني نعم. بفكر بس بصوت عالي معايا، الافضل ان انا ابدا البدايه من ادوات المقرر
يعني ابدا من ادوات المقرر وابدا انشئ الاختبار واعدل فيه براحتي ويعني اعمل اي تعديلات لغايه ما اوصل لان هو ده الشكل النهائي، ابدا اروح على منطقه المحتوى واضيفه بحيث انه ما يكونش متاح للطلاب الا في اللحظه اللي انا خلاص بقيت انتهيت منها. ده كان الاستفسار بس، فعايز اسمع رايك. كلام سليم مليون المية يا دكتور، لكن كانت الإجابة عنه وإحنا شغالين لينا خيارين. أول حاجة لو تلاحظ حضرتك لما إحنا جينا ننشئ في جهة اليمين هنا في الصفحة الرئيسية ورشة التقويم الإلكتروني دي، أنا هعمل واحدة جديدة مع حضرتك، أدي منطقة محتوى وهسميها وليكن مثلا مع حضرتك كده أهو دكتور شريف. هنا أول حاجة هو سألني عليها متاح للمستخدمين ولا لا؟ هي لو مش متاحة الطالب مش هيشوفها، وطبعا هنشوف ده مع حضراتكم دلوقتي اهو كده، هو غير متاح للايه؟ للطلاب. دي رقم واحد. طب انا هضغط كده وهعمل تقييمات وهعمل اختبار، وبعدين هنشر اي اختبار على سبيل المثال وليكن مثلا الاختبار ده واعمل له ارسال. لاحظ معايا دكتور حضرتك كده برضو تاني حاجة، كان عندي هنا حاجة اسمها اتاحة الاختبار، اتاحة للطلاب لا انا مش هعمله، انا هعده هنا وفي اللينك بتاعه لكن غير ظاهر للطالب، وهضغط ارسال، وهنا الطالب مش هيشوف لا ولا الاختبار ده ولا هيشوف الايه الرابط اللي احنا شفناه. طب نتاكد مع حضرتك يا دكتور بعد اذن حضرتك، عندنا هنا في معاينه الطالب هنا لو ضغطنا عليها ودخلنا هنلاقي طبعا الجزء اللي احنا اتفقنا عليه اداره المقرر الدراسي مش موجود اهو بالنسبه لمعاينه الطالب، وكمان الرابط بتاع دكتور شريف مش موجود. طيب في ورشه التقويم الالكتروني هنلاقي فيها اختبار واحد مع ان احنا نشرنا واحد كمان اللي هو اللي احنا عملنا له تصدير، لكن كلام حضرتك يا استاذنا طبعا على العين والراس. لو انت عايز بقى يعني مزيد من السريه ويعني مثلا الاطمئنان، تقدر بدايه تبدا بجزء ادوات المقرر الدراسي وتعمل من ادوات المقرر الدراسي والاختبارات والاستطلاعات ومخزن الاسئله، وتبدا تنشئ الاختبارات في مكانها الصحيح علشان خاطر يعني الطالب ما يبقاش فيه امكانيه ولا 1% انه يطلع على الاختبار قبل موعد. شكرا جزيلا دكتور شريف. تسلم ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. شكرا دكتور. الله يعزك يا دكتور، تحت امرك. شكرا بارك الله فيك يا استاذنا. لا اللهم صل على النبي، ربنا يكرمك. جزاك الله خير. الله يحفظك. ربنا يكرمك. شكرا دكتور احمد. شكرا دكتور شريف. شكرا دكتور محمد. دكتور حضرتك معاك المايك خلاص اظن. طب دي واحده، لو في اي حد من حضور الكرام عنده اي سؤال يا جماعه يكتب واحد في الشات وهنفتح المايك. كان عندي برضه سؤال بعد اذن حضراتكم دكتور اماني. كنت عايزه اسال، طب انا ما اقدرش احدد ان ميعاد الامتحان دوت او الاختبار ده يتفتح يوم كذا الساعه كذا للطلبه من غير ما انا اتدخل؟ طبعا زي ما عملت كده اهوت في القفل ده. نمره واحد. نمره اتنين، في الانتر اكتف ليرنينج اللي هو التعليم وانا في المحاضره، هل ممكن استخدم البروجرام دوت ان انا ادي سؤال وهم يردوا عليا في نفس المحاضره؟ في دكتورة حاجة أداة يعني فيها اسمها البولينج أو البولز، يعني استبيان قصير في أداة المحاضرة الافتراضية، وهو برضو من ضمن أدوات التقييم. بعد إذن حضرتك لو معايا بس دقيقة واحدة هنخش على الفيرشوال ليكتشر المحاضرة الافتراضية. طبعا هي أداة احنا مش بعيد عنها، يعني حضرتك سألت سؤال في الصميم طبعا ومعانا، خليني أنشئ مع حضرتك جلسة من جلسات بلاك بورد وليكن مثلا هنسميها أي اسم، وبعدين نعمل انشاء لهذه الجلسه، وخلينا نضم مع حضرتك للجلسه كاني بعمل فيرتشوال ليكتشر للطلاب بتوعي. لو تلاحظ حضرتك في الشيرنج لما يفتح بس الجلسه انا انضميت للجلسه مع حضراتكم اهو. في القائمه دي يا دكتوره في عندي حاجه اسمها مشاركه المحتوى، في مشاركه المحتوى في حاجه اسمها استفتاء. لو ضغطت عليه واخترت مثلا في الاستفتاء اختيار نعم ولا او اختيار متعدد وليكن مثلا نعم ولا، خليني اقول للطلاب بتوعي اهو كده هيبدا الايه الاختيار، وليكن مثلا انا عايز اسالهم سؤال وعايز تقييمات تجيني، وليكن مثلا طرحت عليهم السؤال شفهيا او مكتوب حتى، وبعدين الطلاب هيبتدوا مثلا هيكتبوا نعم للي هيجاوب اجابه بنعم ولا للي هيجاوب بلا، هيبقى عندي في قائمه الحضور مغزاة بعلامة نعم أو كلمة نعم أو كلمة لا، وأقدر أحصل من قائمة الحضور على يعني نتيجة لاستفتائي
اللي هو القصير اثناء الايه اثناء المحاضره الافتراضيه. تقريبا هي دي الاداه اللي اقدر اعمل بها تقييم جزئي او بسيط اثناء المحاضره الافتراضيه. معايا دكتوره؟ ايوه مع حضرتك. بس انا كان سؤالي دي نقطه مهمه حضرتك اللي حضرتك قلتها، بس انا سؤالي زي مثلا الحاجات الاوبشن زي كاهوت، ان انا وانا في وسط المحاضره بتكلم على اي سؤال، بتكلم على اي حاجه وتجيلي الاجابات وانا شغاله في المحاضره، وتبين لي على البورد مثلا او على الشاشه الاجابات اللي هي جايه لي باسامي الناس اللي هم عاملينها، كسورت اوف انتراكتيف ليرنينج، يعني مش كاختبار او تقييم. لا، هي دي اداه اضافيه مش موجوده في بلاك بورد طبعا، لكن عوض عنها وبديل عند حضرتك بمجرد الاجابه وحفظ الاجابات مباشره. في هنا في إدارة المقرر الدراسي عند حضرتك حاجة اسمها مركز التقديرات، وفي مركز التقديرات الكامل بيعطي حضرتك بقى يعني شكل كامل عن الطلاب، أسماءهم قائمة باسم بأسماء الطلاب، الفيرست نيم واللاست نيم واليوزر نيم بتاعهم، وبعدين وليكن مثلا الدرجات بتاعتهم تلقائيا. أي حد بيدخل على الورشة أو مثلا هذا الاختبار بتاعنا نزل مباشرة بمجرد إنشائه، بقى عندنا اختبارين أهو لورشة التقييمات في الإيمرج أفريكا. أي طالب دلوقتي مربوط بالشعبه دي دخل وجاوب مباشره تيجي اجابته هنا. لو ضغطت حضرتك على مثلا على سبيل المثال على القائمه دي وعملنا عرض لتفاصيل التقدير، استطيع ان انا اشوف اجاباته مباشره يعني في انيه وفي نفس اللحظه. لا، لكن يعني دي يعني تحايل على حضرتك بتقوليه، ان يبقى في انتر اكتيف او يعني في تفاعل حي في نفس زمن الاجابه. اوكي، ميرسي لذوق حضرتك، شكرا. تحت امر حضرتك يا دكتور، الله يحفظك. اتفضل يا استاذ محمد. اظن دلوقتي مفيش اي سؤال من الحضور الكرام. طب خلاص، ممكن تفضل حضرتك دكتور احمد وتكمل احنا مع حضرتك فندم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عايزين ننتقل لجزء الانشاء البنوك بقى. انا دلوقتي قدرت اني اعمل يعني اختبار من مجموعه اسئله انا انشاتها الان مع حضراتكم. انا دلوقتي عايز اعمل بقى بنك. طبعا اداه البنك مش هعملها من جزء الصفحه الرئيسيه، هعملها من جزء اداره المقررات طبعا، ومن نفس الاداه اللي هي الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الاسئله اللي موجوده داخل ادوات المقرر الدراسي. هضغط عليها وهختار من هنا مخازن الاسئله اللي هي بنوك الاسئله. هنا بقى بيقول لي انشاء مخزن اسئله ولا استيراد مخزن، طبعا احنا لسه ما انشاناش، ولا استيراد حزمه. انا طبعا عايز اعمل مخزن جديد، انا ما عنديش مخزن اسئله، ما عنديش بنك اسئله، فبضغط على انشاء مخزن اسئله اللي هي كرييت بول. طيب، عايز انشئ المخزن، طبعا اول حاجه طبعا اني اسميه، وليكن هسميه بنك اسئله الورشه واحد للتقويم الالكتروني. ليه انا كتبت واحد؟ علشان عايز انصح حضراتكم نصيحه. لما تيجي تعمل بنك أسئلة لمقرر دراسي ما تعملش بنك واحد، اعمل أكتر من بنك. يعني لو المقرر بتاعك فيه أربع أبواب، اعمل أربع بنوك، لكل باب بنك. في سبب لكده؟ آه طبعا فيه. لو سبنا الاختيار العشوائي لبلاك بورد في اختيار مجموعة أسئلة من 100 سؤال مثلا، وأنا مش محدد فيهم درجات السهولة والصعوبة، فممكن أنا كطالب يجيني مثلا لو الاختبار 20 سؤال من 100 اللي هو عدد إجمالي أسئلة البنك، ممكن يجيني 20 سؤال سهلين جدا ويجي الزميل ليا 20 سؤال في قمة الصعوبة. ممكن يجيني أسئلة هي موزعة من 1 لـ100، لكن بلاك بورد لما بيجي يختارها بيختارها عشوائي، فممكن يجيني كل الأسئلة من الباب الأول بس ويجي الزميل ليا كلها من الباب الأخير بس. لكن في حال اني انا اختار اربع بنوك اسئله لاربع ابواب، هيبقى بلاك بورد هيختار بنسب، هيختار 25% من الاختبار من بنك واحد اللي هو الباب الاول ثم الباب الثاني، فانت هيبقى فيه عداله في التوزيع، وفي كمان وزن نسبي ما بين توزيع الاسئله ما بين السهوله والصعوبه وما بين كمان تنوعها ما بين الفصول والابواب. فعشان كده بنصح حضراتكم نصيحه ان احنا نعمل الاختبار البنك، يعني نعمل اكتر من بنك، وما تشغلش بالك بانواع الاسئله داخل البنك لان هو النظام بيصنفها
زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. طبعا نفس الوضع، عملت اسم للبنك، عايز تعمل وصف. الوصف طبعا هيفيد حضرتك مش هيفيد الطالب، لان الطالب ما بيشوفش البنوك، الطالب بيشوف الناتج من البنك اللي هو ايه، اللي هو اختبار من بنك. طيب بنك الاسئله، عايز توصفه لهذا البنك يحتوي على مثلا مجموعه اسئله الباب الاول، وهو مثلا مكون من 10 اسئله صواب وخطا و10 اسئله اختيار متعدد. اي وصف واي ارشادات حضرتك عايز تكتبها بتكتبها، وبعدين بتضغط على ارسال. هنا بقى تنشئ اسئله. هتنشئ اسئله للاختبار؟ لا، هنشئ اسئله للبنك مش للاختبار. طيب انا هعتبر مع حضراتكم اني ما عنديش اسئله، لان لو عندي اسئله هبحث عنها واجيبها، هي موجوده عندي اصلا في 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 اسئله في اختبارات سابقه، او اني احملها لو هي يعني بصيغه سكور يعني مصدره من قبل. انا دلوقتي عندي بحث عن اسئله وعندي انشاء اسئله. لو انا انشات هلاقي نفس الاجابات ونفس الشكل القديم اللي احنا عملناه مع حضراتكم. انا عايز اعمله واختار لكم سؤال تاني غير اسئله مثلا ايه صواب وخطا. وممكن نعمل برضو البحث عن الاسئله. نبدا بالبحث عن اسئله، وبعدين وليكن مثلا الاختبارات، وهختار من الاختبارات جميع الاختبارات، فجاب لي كل الاسئله اللي عندي، كل الاسئله اللي انا انشاتها قبل كده. وبعدين ابتدي اقول له ايه، ارسال. اعمل كده بس عشان حضراتكم تشوفوا ارسال اهي، وضغطت ارسال. بيقول لي لا توجد عناصر محدده. ابتدي اعمل كده عشان احدد الكل، وبعدين ارسال، او اني احدد بعضها عشان التكرار. كده بقى اجمالي الاسئله اللي في البنك 13، اجمالي النقاط 76. السبب في كده ايه؟ ان حضراتكم شايفين تنوع اجابه، يعني سؤال عليه 10 نقاط وسؤال عليه واحد وهكذا. ده بالنسبه لايه؟ لعمل بنك اسئله من مجموعه اختبارات سابقه. وبعدين هضغط موافق. لو انت عايز تعدل في اللي فات طبعا تقدر تعدل في الدرجات كما تعلمنا. خلاص بقى عندي البنك اهو، اسمه بنك اسئله الورشه للتقويم الالكتروني واحد اهو. طيب تعالوا نعمل كمان بنك انشاء مخزن اسئله، وهسميه بنك اسئله، او بنك اسئله الورشه، وهسميه اتنين مع حضراتكم، التقويم الالكتروني. وبرضه هضغط ارسال. في الحاله دي بقى انا هعمل الاسئله انشاء سؤال، وخليني اعمل لحضراتكم سؤال من اللي عليه جزء من الدرجه لو احنا عايزين، يعني طبعا زي مثلا الايه، متعدد الاجابات او المطابقه كيفما شئتم. وليكن مثلا تعالوا نشوف المطابقه. هنا عندي عنوان للسؤال وليكن زاوج. ده سؤال طبعا، سؤال داخل واحد، سؤال واحد فقط داخل اسئله الايه، البنك، من نوع المطابقه. زاوج مثلا بين الآتي. نص السؤال وليكن مثلا زاوج، أو مثلا رتب كل دولة بعاصمتها على سبيل المثال. هنا بقى السؤال اللي حضراتكم سألتوه، السماح بمنح جزء من الدرجة؟ نعم. طب السماح بالدرجات السالبة للإجابات غير الصحيحة، يعني نخصم الدرجات للأسئلة اللي مش صح، والسماح بالنتيجة الكلية السالبة للسؤال. كل دي اوبشنز حضرتك تقدر تفعلها او تتركها. لو انت مش عايز تعمل منح، يعني لو الطالب اجاب على اتنين صح واتنين خطأ، يبقى السؤال كله خطأ. طب هتعمل له منح جزء من الدرجة؟ في الحالة دي هتبتدي ايه، تديله جزء من الدرجة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب هاجي هنا للأسئلة. هنا تقييم الإجابات، حضرتك عايزها بالأحرف ولا بالأرقام زي ما انت عايز، وليكن أرقام عربية. وهنا بيقول لي بقى الأسئلة، عدد الأسئلة اللي حضرتك هتعملها. طبعا تحديث الدرجات الجزئية اهو. هنا مثلا على سبيل المثال أربع أسئلة بأربع إجابات، هنعمل لها طبعا إيه، تحديث. تم تحديث النسبة المئوية للإيه، للدرجة. هكتب هنا كل سؤال بإجابته، وليكن مثلا مصر عاصمتها مثلا القاهرة. وعندي السؤال اللي بعده، طبعا هو اداني منح جزء من الدرجة اهو 25%.
عشان احنا عندنا أربعة، فهو وزعهم المية، المية في المية وزعها على أربعة. طيب السؤال الثاني، السعودية وهتكون إجابتها الرياض. أنا طبعا بكتب الإجابات الصحيحة، بغذي دلوقتي بالإجابات الصحيحة. بعد كده مثلا السودان، وإجابتها الصحيحة هتكون الخرطوم. وآخر سؤال هيكون مثلا ليبيا، وهتكون الإجابة طرابلس. وأقدر دلوقتي بقى مع حضراتكم أعمل إيه؟ إضافة اختيارات إجابة غير متطابقة. يعني هيبقى عندي العمود الأول فيه أربع أسئلة اللي هو أربع دول، والعمود الثاني فيه ست، لو أنا حبيت أزود مثلا باتنين إجابتين زيادة يبقى ست خيارات، عشان يعني إيه أنوع في عدد الخيارات للطلاب. وليكن مثلا هنضيف مع حضراتكم إجابتين، إجابتين فقط خاطئة. تعالوا نشوف كده مع بعض. طبعا دي الإجابات بتاعتنا كلها اللي احنا كتبناها، وهيزود لي تحت هنا آخر حاجة كانت ليبيا، وبعدين هيديني بقى إجابتين هم. الإجابة الأولى وليكن مثلا الدوحة، إجابة بدون يعني ليست صحيحة، يعني أنا بكتب أي عواصم أو أي حتى يعني مدن، وهكتب مثلا المنامة مثلا. في الحالة دي بقى بيقول لي ترتيب الإجابات، عايزها بشكل يدوي ولا بشكل عشوائي. طبعا هتكون بالشكل ده، يدوي أو عشوائي. يدوي أنت اللي توزع بإيديك الإجابات والاختيارات بعمل سحب وإفلات للإجابات، أو عشوائي يعني هتسيب الايه البرنامج هو اللي يوزعهم عشوائيا. ملاحظات للرد الصحيح لو عايز تعمل تعزيز احسنت، ملاحظات للرد الخطأ زي ما تعلمنا، وبعدين هضغط على ارسال وانشاء اخر لو عايز اعمل سؤال تاني، او ارسال لو اكتفيت بهذا السؤال. كده انا عملت اول سؤال في بنك الاسئلة من نوع المطابقة. ده كده سؤال واحد فقط، وابتدي بقى ايه غزي الايه البنك بيه الاسئلة زي ما انت شايف اهو كده بالشكل ده. طيب كده انا عملت بنكين اسئله، كل بنك عباره مثلا عن مجموعه من الاسئله، وليكن مثلا انا زودت عدد الاسئله هنا، وبنفس طريقه انشاء الاسئله في الاختبارات. طيب انا عايز بقى انتقل مع حضراتكم قبل ما الوقت يدهمنا، ازاي اعمل اختبار زي اللي عملناه قبل كده بس من بنك، مش هنشئ فيه اسئله، انا هعمل هستورد الاسئله دي من البنك. تعالوا نشوف كده الجزء ده عشان نفتح المجال للاسئله من بعده. خليني دلوقتي اروح مع حضراتكم، انا بعد ما انشات البنك ده هضغط موافق. كده انا انشأت هنا بنكين لو حضراتكم شايفين، واحد فيه 13 سؤال وواحد فيه سؤال. طيب بعد كده هنتقل لجزء ورشة التقويم الإلكتروني، وهروح على التقييمات وهقول له اختبار، ومن هنا هختار فيه انشاء اختبار جديد وهسميه اختبار الورشة من بنك، زي الاختبار اللي عملناه ولكن اختبار من بنك. وفي الحالة دي هعمل ارسال. هنا احنا كنا بنختار انشاء سؤال، طبعا انا عندي اسئلة موجودة في بنوك، فهختار الاختيار الثاني وهو اعادة استخدام سؤال. وعندي هنا ثلاث خيارات. اول حاجة انشاء مجموعة اسئلة. انشاء مجموعة اسئلة يعني حضرتك هتختار بنفسك الاسئلة، وليكن مثلا ادي انشاء المجموعة وادي المخازن، وليكن هختار مخزن بعينه، وادي السؤال اللي انا عايزه، وبعدين اعمل له ارسال. يبقى انا كده اخترت اول سؤال في الاختبار الجديد اللي من البنك، اللي هو السؤال ده اخترته يدويا، اخترته كده مش بشكل عشوائي ولا حاجه. اجمالي النقاط بتاعته 10، هضغط عليها كده اهو، واخليها مثلا مع حضراتكم 4، واعمل ارسال. بقى اجمالي النقاط 4. ليه انا عملته من 4؟ لان هو في 4 اجابات صحيحه، وطبعا انا منحت ايه جزء من الدرجه. طيب اقدر اكمل الاختبار واضيف كمان 9 اسئله عشان يبقى عندي 10 اسئله؟ اه طبعا، زي ما اتعلمنا هنا هعمل اضافه
سؤال، بس هنا بقى مش هعمل إضافة سؤال لأن أنا مش هكتب سؤال، هعمل إنشاء كتلة عشوائية اللي هو الاختيار الثاني. إحنا كان عندنا في إعادة استخدام سؤال إنشاء مجموعة أسئلة ولا إنشاء كتلة عشوائية ولا البحث عن أسئلة. أنا هعمل دلوقتي إنشاء كتلة عشوائية. طيب في الكتلة العشوائية اختار البنك عفوا، اختار بنك الأسئلة واحد، اختار أنواع الأسئلة، هقول له جميع الأسئلة أو أسئلة بعينها لو أنت عايز، وبعدين إرسال. فجاب لي بقى إيه، وهنا تأتي النصيحة الثانية اللي إحنا نصحناها في عيوب بنوك الأسئلة. أنا عندي دلوقتي إجمالي الأسئلة 13 لكن الأسئلة المطلوبة عرضها واحد، ده باي ديفولت. حضرتك عايز تعرض من ال 13 دول كام واحد للطلبة؟ عايز أعرض منهم 9 عشان يبقى الاختبار من 10، أدي 9 ولكل سؤال درجة، يبقى إجمالي النقاط لكل سؤال درجة. طب والأسئلة المطلوبة عرضها 9، وأدي إرسال. أصبح إجمالي الأسئلة هنا واحد والمطلوب عرضه واحد، وهنا 13 والمطلوب عرضه 9. يبقى إذن الاختبار بالكامل هيكون إجمالي الأسئلة كام؟ 10. طب إجمالي النقاط كام؟ 13. ليه؟ عشان في 9 أسئلة من درجة وسؤال من 4 درجات، يبقى الاختبار ده من كام؟ من 13، الدرجة النهائية يعني بتاعته. هنا بنك اخترت منه سؤال، وهنا بنك اخترت منه 9 من 13. طبعا لو زاد العدد طبعا بتكون عشوائيا افضل في توزيع الاسئله. وهضغط مع حضراتكم موافق. اصبح الاختبار دلوقتي جاهز بنفس الطريقه، اختبار اختبار الورشه من بنك وارسال. اعمل كل الاوبشنز اللي عملناها قبل كده في اتاحه الاختبار للطلاب وكده، وبعد ما انتهي من كل ده اضغط على، طبعا بتعمل نفس الاوبشن، مش عايز اعيد عشان ما يبقاش الوقت كبير ونسيب وقت الايه لجزئيه تانية نشرحها او استقبال الايه الاسئله، وبعدين اضغط على ارسال. كده الاختبار جاهز اهو، اختبار الورشه من بنك. بس الاختبار ده الطالب ما يقدرش يشوفه لان احنا ما عملناش اتاحه. السؤال رجع بقى تاني بينا اهو بتاع الاتاحه وعدم الاتاحه بالنسبه للايه الطلاب. يعني تقدر حضرتك تعمل جميع انشطتك على بلاك بورد والطالب مش هيقدر يشوفها الا في ميعادها لو حضرتك اتحتها او حتى عملت لها تواريخ. يعني حتى لو عملتها اتاحه للطالب ولكن لم تحدد تاريخ قريب لن يراها الطالب الا او لن يفتحها الا في تاريخ استحقاقها او تاريخها المحدد. انا عايز اشوف مع حضراتكم الاختبار ده يكون شكله ازاي، اختبار الورشه من بنك وبعدين بدء الاختبار. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا اول سؤال، رتب كل دولة بعاصمتها. اول حاجة مصر، رقم كام؟ 5، القاهرة اهي 5. بعد كده عندي السعودية دي الرياض رقم 6، انا بجاوب مع حضراتكم. السودان اللي هي الخرطوم رقم 3، وبعد كده ليبيا وهي مثلا رقم طرابلس رقم 4. بعد كده هنروح على طبعا حفظ الإجابة تلقائيا اهو. السؤال الثاني، تحدث عن فريضة الحج وإرفاق ملف، نوعه هيتطلب من الأستاذ ان هو يحصل على ملف الطالب كتبه، وليكن مثلا انا بختار ملف بي دي اف، اي ملف برفقه للأستاذ اهو. بعد كده عندي وادي حفظ الايه الإجابة، طبعا جاري حفظ الإجابة لأن ده ملف كبير. بعد كده عندي الحج فريضة على المسلم وغير المسلم خطأ، الصوم في رمضان سنة وليس فرضا خطأ، أنا بجاوب مع حضراتكم الاختبار. وممكن هنا طبعا في حالة إكمال الأسئلة تضغطوا عليها عشان يبين لكم الأسئلة اللي تم إجابتها وحفظ إجابتها من الأسئلة التي لم تكتمل. وليكن مثلا السؤال الخامس، تعتبر القاهرة عاصمة مصر؟ نعم. السؤال السادس، الصوم في رمضان سنة وليس فرض؟ خليني أجاوب مثلا، أسيب مجموعة الأسئلة اللي باقية دي أنا مش هجاوبها، وهعمل حفظ وإرسال لجميع الأسئلة. فيقول لي أنقر فوق إلغاء الأمر للرجوع إلى الاختبار. ليه؟ عشان عندك الأسئلة دي غير مكتملة. طبعا برضو حاجة كويسة جدا من النظام. طيب أنا خلاص مش عايز أجاوبهم،
تستغرق عملية الحفظ هذه وقتا أطول من المتوقع أنقل فوق الإلغاء. برضو هقول له موافق. طبعا أنا عندي مشكلة في السؤال بتاع الإرفاق ده. لا تم الحفظ والله. أهو حفظ أهو. وبعدين بتنتهي من حفظ جميع الأسئلة. ظهر الملف اللي انا عملته في الارفاق كان كبير، عشان كده الابلودنج لسه يا دوب واصل لكام؟ ل 92%. يعني حارمني من ان انا ويتنج فور ال ام اس جازان ايديو. خلاص اهو، خلاص انا اضغط على حفظ الاجابات بالكامل دلوقتي، وادي ايه موافق عشان اراجع النتيجه. طيب هنا بقى اداني الحاله يتطلب التقدير، الدرجه غير متاحه. ليه؟ عشان في انواع من الاسئله اللي انا حطيتها فيها ايه ارفاق ملف، وارفاق ملف محتاج ايه؟ محتاج تقدير. لكن الاسئله اللي متجاوبه اجابه صحيحه اهي، دي 4 درجات، 4 من 4. السؤال ده يتطلب تقدير، لازم الاستاذ يطلع الاول على الملف المرفق وبعدين يبتدي يحط الدرجه عليه في مركز التقديرات. وده السؤال الثالث. وفي اسئله بقى طبعا اللي ما حليتهاش انا ما فيش ليها ايه اجابه زي ما حضراتكم شايفين. ده بالنسبه لايه؟ ازاي اعمل اختبار من بنك من مجموعة اسئلة. اخر حاجة قبل ما نفتح باب الاسئلة، انا هاجي مع حضراتكم على ادارة المقررات الدراسية وادوات المقرر الدراسي، وهروح على الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الاسئلة، وهروح على مخازن الاسئلة واختار المخزن الاول مثلا اللي هو في 13 سؤال ده، واضغط على العلامه دي زي ما عملنا بالضبط في الاختبار، واقول له تصدير، تصدير بنك. فاداني بقى بص الاسم ايه، بول اكسبورت فايل، بول يعني المخزن. طيب دلوقتي هو مخزن، انا خليني اعمل له استيراد، وكاني خرجت من الشعبه دي ودخلت شعبه ثانيه، واعمل استيراد للمخزن واستيراد استعراض جهاز الكمبيوتر، واختار البول اللي طبعا بصيغه سكورم زي ما اتفقنا، وبعدين اقول له اوبن ثم ارسال. اصبح دلوقتي عندي تم استيراد المخزن بنجاح، هضغط موافق مع حضراتكم. بقى عندي دلوقتي 3 بنوك، منهم واحد اللي انا انشاته، وفي واحد عملت له عمليه استيراد بنفس طريقه استيراد الايه الاختبارات. انا جاهز يا دكتور محمد للرد على اي استفسار في مساله بنوك الاسئله، وعمل بنك، عمل اختبار من بنك او انشاء بنك من البدايه، او عمل بنك من اسئله موجوده في اختبارات سابقه. اتفضل. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور الله يعزك احمد وعلى طبعك معانا، وكل الشكر والتقدير للحضور الكرام. احنا من اول يعني خدنا ساعتين، وكل الناس يعني متواجدين من اول دقيقه لاخر دقيقه. بشكركم جدا على وجودكم معانا. يا ريت بعد اذن حضراتكم لو كان في اي سؤال مطروح للدكتور احمد حاليا دلوقتي بالنسبه للاختبار، يتفضل اي حد يكتب رقم 1 في الشات عشان يفتح المايك. متشكر يا دكتور فاطمه، احنا منتظرين اي سؤال من حضور الكرام. ولو كان في اي سؤال موجه ليا مثلا كايميرج افريكا، انا تحت امر حضراتكم حاليا. طيب الدكتور، دكتور سامح، سامح زغلول، سامح زغلول اتفضل يا دكتور. انا ما عنديش استفسار، بس انا بشكر دكتور احمد واخو جميل فاضل، درسنا مع بعض قبل كده الموضوع دوت. جزاك الله خير يا دكتور احمد، وربنا يوفقك ودايما ان شاء الله فدنا بالحضرات دي. ربنا يعز حضرتك، شكرا لحضرتك، الله يعزك، شكرا لحضرتك دكتور سامح، وشكرا لكل الحضور الكرام. طيب في اي حد من الحضور الكرام يعني محتاج اي سؤال؟ انا فاتح باب الاسئله للحضور الكرام، معانا 10 دقائق حاليا. طيب انا بتوجه لحضرتك يا دكتور احمد بكل الشكر والتقدير على وجودك معانا. في بعد اذن حضراتكم يعني تفضلا ان انتم مشكورين،
احنا عندنا في ايمرج افريكا مجموعه من الحاجات اللي بتحصل كل شويه في المنظمه، ان احنا بنعمل ايفنتات باللغه العربيه باللغه الانجليزيه، فلينا الشرف ان احنا تشرفونا فيها وتابعونا، وده بيكون موجود على الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا ده، ولينا الشرف ان انتوا حضراتكم تكونوا موجودين معانا، وكمان احنا بنطمع من حضراتكم ان انتوا يعني تساعدونا في ان انتوا يعني تقيموا الورشه دي واحده. تقييم الورشه بيساعدنا جدا في ان احنا بنتابع كل الحاجات اللي انتم محتاجينها، وبنساعد ان احنا نقدر نعمل لكم ورش جديده مختلفه. فارجو رجاء شخصي من كل الناس من عمليه التقييم، بالاضافه ان اللي هيعمل لنا عمليه التقييم ان شاء الله هاخد من الدكتور احمد هاخد منه الباور بوينت وابعته له على الايميل الشخصي. بالاضافه دكتوره ساميه كانت مشكوره، كانت بتقول ان هي عندها يعني رغبه واحنا يعني متقبلينها وفرحين بيها جدا ان هي تشارك معانا بورشه. ادا الرابط الخاص لكل الجميع بحيث انهم يشاركوا معنا بالورشه. انا حاولت ان اوصل الدكتوره سميه ان هنا مثلا يكون لها خاص يعني تسجيل في الفورم عندنا، فما لقيتش. فممكن حضرتك تدخل على الرابط ده وحضرتك تعملي تسجيل وتكتب مقترح الورشه، حضرتك او اي حد من الحضرات الكرام لينا الشرف بوجودكم معنا. وكمان اي ورشه احنا بنعملها باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه احنا بيتم اتاحتها من خلال قناه اليوتيوب بتاعتنا بتاعت ايمرج افريكا. ياريت حضراتكم تتابعوها وتشوفوا، ولو في اي مقترحات او في اي حد حضرته عاوز يضيف اي اضافه انا مستمع ليكم الان، وباب الحوار مفتوح للجميع. بس يعني خلينا نطبق نظام ان اي حد هيحب يرفع يعني يتكلم يرفع ايده بس، او يكتب رقم واحد في الشات واحنا نفتح له المايك ونتكلم مع بعض. الو تقريبا كده مفيش اي حاجه ولا مين اللي فتح؟ دكتور محمد جليل محمود. دكتور محمود جليله. دكتور محمود طيب تمام. دكتورة سامي حضرتك كنت هتكلمي كلمة وبعدين قفلت المايك، لو حضرتك حابة تكلمي اتفضلي يا فندم. لا أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله نتواصل وبإذن الله أقدم ورشة عمل تكون مفيدة للجميع بإذن الله. شرف يا فندم، ولينا الشرف جميع حضور الكرام اللي حابب إن هو يشارك معانا إيميرج أفريكا دي بتاعتنا كلنا، وإحنا مستمتعين. شكرا للدكتور أحمد كمان. بشكر الدكتور أحمد على المحاضرة القيمة. الله يبارك فيك. تمام، إحنا حاليا كده يعني قبل الوقت بخمس دقايق. بنشكركم جميعا وبنشكر كل الحضور الكرام وبنشكر دكتور احمد، ونراكم في ورش جديده من ايمرج افريكا ان شاء الله. خلال الاسبوع ده هيتم الاعلان عن ورش جديده خاصه بنظام الموديل، ونشوف شهر جديد ان شاء الله. ودكتور احمد موجود معانا ان شاء الله، مشكورا بعرضه الكريم ان هو يكون موجود معانا في ورش جديده ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك دكتور احمد حضرتك معانا النهارده، معلش. يا شرف يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك والحضور الكريم، وسعدت بيكم في هذا اللقاء، وارجو ان ما اكونش ضفت تقيل عليكم في الساعتين دول. لا 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 لا, لا انا انت مشكورا جدا بوقتك يا فندم. هو في نقطه صغيره بوضحها للدكتوره دينا يا جماعه، ان الورش احنا بنعملها دي ما فيهاش شهادات حاليا، بس هو مستقبلا ممكن يكون فيه. دكتور حياه شكرا ليكي جدا، حضرتك منورانا من بلدنا في افريقيا، ويعني منوره مصر، منوره ايمرج افريكا بالعربي يا فندم. شكرا ليكي، بشكركم وان شاء الله نراكم في ورش جديده في ايمرج افريكا بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.